بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. أولا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على ردود الأفعال اللي من امبارح. الحقيقة كان عندي حلقة مهمة جدا مع أحد نجوم مصر في كرة القدم وفي الإعلام وفي الإدارة، نجم الكبير الكابتن أحمد شوبير. كابتن أحمد شوبير امبارح كانت حلقة من القلب، صريحة جدا، اتكلمنا في كل شيء، اتكلمنا في الرياضة وفي الإدارة وفي الإعلام، في كل شيء الحقيقة، ومواقف كثيرة جدا جدا. واسمحوا لي أن أنا أعتذر لكل الناس اللي كانت نفسها أو كانت تتمنى أن هي تعمل مداخلة في حلقة امبارح، ولكن أنا الحقيقة حبيت أن احنا أن حضراتكم تسمعوا كابتن شوبير كأحد نجوم النادي الأهلي وبمنتهى الصراحة وكل الأمور. من امبارح لغاية النهاردة الحقيقة ردود أفعال كبيرة جدا على هذه الحلقة. أنا شخصيا بشكركم جدا جدا جدا، وأي حد بيقول لي أو وخدوا بال حضراتكم أنا لازم أقول الكلام ده لأنه هو كلام حقيقي 100%. أنا ما بشتغلش لوحدي، أنا زي ما قلت لحضراتكم وزي ما دايما بقول لكم إن أنا لما بطلع على الشاشة أنا ورايا جيش كبير جدا جدا من المعدين ومن المخرجين ومن الفنيين ومن كل الناس اللي بتشتغل على كل شيء في حلقة امبارح الحقيقة وفي كل حلقات وبرامج قناة النادي الأهلي. وعشان كده أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا باسم كل الناس، كل الناس اللي جالها أي ردود فعل الحقيقة بلغوهولي وبيقولوا لي أشكر كل جمهور النادي الأهلي على اللي اتعمل امبارح وعلى وغير جمهور النادي الأهلي. الحقيقة جالنا ردود أفعال كبيرة جدا جدا، فأنا إذا كان هناك من يستحق الشكر فهو دائما يظل جمهور النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي اللي بيقف دايما ورا فريقه ورا إدارته ورا مجلس إدارته ورا كل اللعبات، الفرق في كل اللعبات جمهور. كلنا زعلانين مثلا على محمد محمود، كلنا زعلانين جدا على محمد محمود، ومن قبلها كنا زعلانين جدا جدا على مؤمن زكريا. محمد محمود ومؤمن زكريا، عارفين محمد محمود روحه المعنوية ارتفعت امتى؟ يعني انا كلمته قبل ما يسافر اطمنت عليه، ارتفعت لما حضراتكم او جزء من جمهور النادي الاهلي وهو يمثل كل جمهور النادي الاهلي راحوا عند البيت عنده وكلهم كانوا بيساندوه. هو ده جمهور النادي الاهلي، اي حاجة بتحصل امام حضراتكم هو ده اللي حضراتكم عملتوه، وهو ده انا عايز اقول لحضراتكم ان هو محمد سعيد جدا 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 باللي اتعمل من جمهور النادي الاهلي. حالته المعنويه صدقوني بتفرق كتير جدا جدا ان هو يتم استقباله او ان الناس تقف له على باب بيته بهذا الشكل. هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده الجمهور العظيم اللي احنا دايما بنستنى ان هو يقف مع لاعيبته بمنتهى الادب، بمنتهى الاحترام، بمنتهى المسانده من القلب. محمد حالته المعنوية مرتفعة جدا جدا جدا. أنا دائما هتكلم مع محمد خلال الفترة اللي جاية وهطمن حضراتكم وهحاول إن أنا أجيبه برضه يطمن حضراتكم على الهواء مباشرة. بيقول لي يا كابتن أنا روحي المعنوية عالية جدا وعايز أرجع امبارح قبل بكرة، عايز أرجع الملعب امبارح قبل بكرة عشان خاطر الجمهور اللي جالي ووقف لي وخلوا روحي المعنوية في السماء. قال لي أنا كنت متخيل ممكن يجي لي 4 5 6 7، ببص لقيتهم بيقولوا لي جمهور النادي الاهلي واقف بره، جمهور النادي الاهلي واقف بره. فعلا هو ده جمهور النادي الاهلي. مش عارف الواحد يشكر على ايه ولا على ايه ولا على ايه. الحقيقه حاجه محترمه جدا 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 الواحد لما بيعمل حاجه. ومن قبلها اهو اشكرك يا سمير، ده قبلها مؤمن زكريا وارتفاع في الروح المعنويه بشكل مش طبيعي، والجانب الاخر من الشاشه هو برضه محمد محمود ومساندة محمد محمود من قبل جمهور النادي الأهلي، ودي عظمة جمهور النادي الأهلي. مساندة لعيبة النادي الأهلي من جمهوره أعتقد إن هي شيء رائع جدا، والحاجات دي ما بتلاقيهاش عند ناس كتير. والله أنا لا أقصد شيء، ولكن ياما شفنا ياما شفنا ولكن عمرنا ما شفنا زي جمهور النادي الأهلي، ياما شفنا ولكن ما شفناش بيساند، جمهور بيساند لعيبته بهذا الشكل، جمهور بيحب لعيبته بهذا الشكل، جمهور بيقف ورا لعيبته بهذا الشكل. عشان كده أنا فهمت كلمة الكابتن خطيب دلوقتي. فهمت كلمة الكابتن خطيب اللي بيقول لي يعني زي ما قلت لحضراتكم إن أنا بتحايل عليه بقالي 3 شهور إن هو يكون معايا حتى على التليفون، قلت له يا كابتن على التليفون، مش معايا في قناة النادي الأهلي يطمن جمهور النادي الأهلي، ولكن أنا فهمت كلمة الكابتن خطيب دلوقتي إن هو الجمهور ده محتاج إن أنا يشوف شغلي، محتاج إن هو يشوف شغلي بس. فأنا فهمت الكلمة دي دلوقتي.
فهمتها بعد ما شفت الفيديو بتاع محمد محمود ولما طبعا كانت مسانده لمحمد محمود، وايضا الفيديو بتاع مؤمن زكريا ومسانده مؤمن زكريا بهذا الشكل. عرفت قد ايه جمهور النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء. جمهور النادي الاهلي كلنا بنستنى وكلنا بنشوف ودايما بتلاقي جمهور النادي الاهلي بالمناسبه في المحن قبل الفرح. في المحن بتلاقيه واقف اكتر كمان من الفرحه. ممكن يفرح في البيت، يفرح لما يبقى في فرحه، وهي كتيره الحمد لله، وان شاء الله تبقى كتيره خلال الفتره اللي جايه. انا النهارده الفيديو بتاع محمد محمود انا شفته اول امبارح، ولكن النهارده تحديدا حبيت ان انا اتكلم عنه، لان امبارح الحقيقه ما كانش في وقت ان انا اتكلم عن هذا الموضوع. وردود افعال حلقه الكابتن احمد شوبير حاجه جميله جدا كالعاده، ترند على تويتر وكلام كتير جدا من القلب، وحفيده وولاده البنات والصبيان ومصطفى شوبير وكلامه، كان كلام جميل جدا وحلقه جميله جدا. ولكن اي حاجه بنحاول نعملها هنا بترضي حضراتكم بتبقى عشان خاطر جمهور النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم انا عرفت يعني ايه الكابتن خطيب لما بيقول لي انا ما يعني شغلي انا عايز النادي الاهلي ده احسن نادي في العالم عشان خاطر جمهوره. فانا بشكركم جدا ومن قلب انا بقول لحضراتكم ان احنا صدقوني انا هتكلم على القناه لان هو ده اللي يخصني، او هتكلم حتى على برنامج ملعب الاهلي، بحاول او بنحاول، مش انا اللي بحاول، كلنا بنحاول، المجموعه اللي بتشتغل بتحاول ان احنا نوصل لحضراتكم افضل شيء نقدر نوصله لكم. بنحاول على قد ما نقدر، ولكن انا عارف ان انتوا تستحقوا اكتر من كده بكتير جدا جدا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دايما تبقى النادي الاهلي يظل دائما في الرياده. عايز اتكلم مع حضراتكم في موضوع او قصه، احكي لكم قصه. معلش خليكم معايا بقى لغايه اخر القصه دي. هي قصه تخص كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ من يومين داخل المكتب في إدارة الكورة في أوضة في غرف خلع الملابس الجديدة. ففتح المكتب لقى فايلر قاعد مع المساعدين ومع البعض. ففايلر قال له إيه؟ قال له يا سيد أنت إيه اللي مدخلك هنا؟ فايلر قال لسيد أنت إيه اللي مدخلك هنا؟ فسيد قال له أنا أخش براحتي. ففايلر قال له يعني إيه تخش براحتك؟ هو أنا مش بتكلم في حاجات فنية أنت مالكش علاقة بيها؟ فسيد قال له لا أنا ليا علاقة بكل حاجة، أنا راجل مدير الكورة والكلام ده كله. فقام فايلر قال له ايه؟ قام ناده على المساعدين بتوعه قال لهم امسكوه وحطوه على الحيطه. قام سيد عبد الحفيظ قال له ايه؟ قال له يا فايلر ما ينفعش الكلام ده كله. انا ممكن الم الاهلاويه كلهم يقفوا لك هنا. طبعا القصه اللي انا بحكيها دي من خيال المؤلف. من خيال المؤلف. المؤلف اللي هو مين؟ بعض من لا يشجع النادي الاهلي. واللي عايز يعرف الحقيقه فيما يقال في هذا الموضوع يفتح كتاب التاريخ اسمه النادي الأهلي منذ إنشاؤه في 1907 وحتى الآن. افتح كتاب التاريخ وانت تعرف الحقيقة، هتعرف الحقيقة كاملة. واقرأ عن النادي الأهلي، اقرأ عن أخلاق وقيم التي يتعامل بها النادي الأهلي داخل غرف الملابس وداخل كل حاجة. هتعرف قد إيه إن الكلام اللي اتقال أو القصة اللي بتتألف دي قصة مؤلفة من بعض من لا يشجع النادي الأهلي. مش هقول كل من لا يشجع النادي الأهلي، ولكن من بعض من لا يشجع النادي الأهلي. افتح كتاب التاريخ النادي الأهلي، كتاب التاريخ اسمه النادي الأهلي، الكتاب نفسه اسمه النادي الأهلي. افتح الفهرس من جوه كده هتلاقي فيه جزء أو فصل من الفصول اسمه الأخلاق والمبادئ والقيم اللي بيتعلمها لعيبة النادي الأهلي وإداريين النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي منذ إنشائه 1907 وحتى الآن. هتعرف الحقيقة كاملة. هتعرف الحقيقة كاملة، وهتعرف إن كل اللي بيتقال ده ما هو إلا ضرب في النادي الأهلي، لأنه أهو خناقة من الخناقات. ده مش عارف دي بعد ما خلى المساعدين بتوعه يمسكوا في سيد ويحطوه في هقول ايه؟ هقول ايه؟ يعني لازم اقول الكلام ده ولازم اخده بتريقه. مش والله انا ما بتريقش على حد، ولكن انا بتريق على الموقف. انا بتريق على الموقف نفسه. سيد عبد الحفيظ اهو بعد الخناقه على طول على طول اتخانق وقام جاي عامل القصه دي. ف
لا يا راجل ده. فانا الحقيقه بس حبيت ان انا يعني، ومش هتكلم كتير في الموضوع ده لانه هقول لكم مفاجاه تانية، هقول لحضراتكم مفاجاه تانية، ان انا يوم الثلاث ان شاء الله حلقه خاصه من سهره مع، حلقه خاصه من سهره مع هيكون فيها مدير كره في النادي الاهلي نجم سيد عبد الحفيظ. بالمناسبه كل سنه وانت طيب يا عرب، هنقول له كل سنه وانت طيب يوم الثلاث ان شاء الله في برنامج سهره مع، هنكون حلقه ان شاء الله ان شاء الله هتعجب حضراتكم جدا. هنتكلم فيها عن كل ما يخص فريق كره القدم في النادي الاهلي، كل الاسرار، كل الاسرار اللي نقدر نقولها من خلال قناه النادي الاهلي عشان تسمعوا الكلام الصح، تسمعوا حضراتكم تسمعوا الكلام الصح. ولكن التاليف، التاليف اللي انا كنت بقوله من شويه ده، ما هو الا مجرد تاليف، ما هو الا مجرد تاليف. ناس بتقعد تالف 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 تالف، بس خياله واسع. اللي عمل القصه دي خياله واسع شويه، فماشي يعني، خلينا نقول ومسكوا في بعض وحط مش عارف ايه وعمل ايه وافلام افلام، والسيف طلع والخنجر طلع، كلام غريب جدا الحقيقه. ولكن في النهايه زي ما قلت لحضراتكم، انا دايما بحاول ان انا اشرح لحضراتكم او اقول لحضراتكم وجهات النظر اللي بتحصل او الكلام اللي بيحصل والتاليف اللي بيحصل، التاليف اللي بيحصل، لان انا متاكد انه كل جمهور النادي الاهلي يعلم تماما خطا هذا الموضوع، ويعلم تماما تاليف هذا الموضوع، ويعلم تماما ان كل اللي بيحصل ده اقسم بالله العظيم كرة القدم فيها ثلاث حاجات، فيها مكسب وخسارة وتعادل. محدش بيكسب على طول، أنا بقول ده الكلام ده لمين؟ للناس اللي عمالة تخبط، ما تخافوش، والله ما تخافوا. وأنا لا أقصد نادي بعيد، وأنا بتكلم بشكل عام. لأن في ناس ما بتشجعش وما بتحبش النادي الأهلي. فأنا بقول لهم اللي حضراتكم بتعملوه ده إحنا بنضحك عليه. اللي حضراتكم بتعملوه ده والله إحنا بنضحك عليه. وبنحاول نجيبه بطريقة ساخرة. كل ده ما تخافوش، كرة القدم فيها ممكن تلعب ماتش كويس قوي ولا قدر الله تتغلب، هي دي الكورة بالمناسبة. وهو ده اللي اتعلمناه، ان احنا بنبذل اقصى مجهود. يعني زي ما الجمل اللي بتتقال ايه، يقول لك ايه، اصل الاهلي محظوظ. ايوه الاهلي محظوظ، وانا بقول دايما ان الاهلي محظوظ، ولكن الحظ لا ياتي الا لكل مجتهد. النادي الاهلي بيجتهد فبيجي له حظ، ربنا بيبعت له كرم من عنده عشان عارف ان الناس دي مجتهده. وبعدين النادي الاهلي طبعا محظوظ، محظوظ بجماهيره، محظوظ بلاعبته، محظوظ بمجلس ادارته، محظوظ بكل المسؤولين اللي موجودين في النادي الاهلي، برموزه منذ 1907 وحتى الان. هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي، لقطه جمهور محمد محمود اللي رايح يساند محمد محمود، والجمهور اللي رايح يساند مؤمن زكريا، ما تشوفوهاش في اي فريق في العالم. وحتى لو شفتوها مش هتلاقوها بالحميمية دي. جمعوا نفسهم ازاي وراحوا ازاي ووقفوا قدام اللعيب ازاي والكلام ده كله، حاجة أنا فخور جدا إن أنا أهلاوي، أنا فخور جدا إن أنا في حد من الجمهور ده أنا بعمل حتى لو لواحد فيهم أنا بعمل له حاجة. أو بقدم له حاجة يحبها. ودايما لما بقعد في المكان ده بحاول ان انا اقول اللي اقدر اقوله واريح جمهور النادي الاهلي على قد ما اقدر. هو ده اللي انا عايزه، وهو ده اللي كل واحد هنا او كل مسؤول في النادي الاهلي في مجلس الاداره او مسؤول داخل النادي او مسؤول داخل القناه، كلنا بنحاول نعمل كده. لان هو ده جمهور النادي الاهلي يستحق هذا الموضوع، يستحق الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده من قلبي. واللي دايما بيبقى بيتقال من القلب بيوصل للقلب. فمرة تانية قصص وحواديت بيتم تأليفها خلال الفترة السابقة ولسه. يعني واحد زي وليد أزارو ده. وليد أزارو واحد من أكتر الناس اللي اتألفت عليه حكايات. اتألفت عليه حكايات وإشاعات بتتقال من هنا ومن هنا، وإن هو هيمشي في شهر واحد وهيمشي في شهر مش عارف إيه وهيعمل إيه وهيعمل إيه. وعايز اقول لحضراتكم ان رينيه فايلر عنده اقتناع كبير بوليد ازارو. دي معلومه مني انا، ما حدش قالها لي. ف
فحاجات كتيره جدا وكلام كتير جدا يخص هذا الموضوع، والاشاعات اللي دايما كنت بقول لحضراتكم ان هي دائما ما تطال النادي الاهلي، ولكن واجبنا ان احنا دايما ننور لحضراتكم ايه اللي بيحصل، وده اللي بنحاول دايما نعمله لكم. بس الاول مش قادر استنى لغايه يوم الثلاث، مش قادر استنى لغايه يوم الثلاث. يوم الثلاث زي ما قلت لحضراتكم اللي لسه داخل يتفرج علينا دلوقتي، يوم الثلاث هيكون معايا نجم النادي الاهلي ومدير الكوره في النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ، نشوف مين اللي ضرب مين، هو ولا فايلر اللي ضربوا بعض، حول ايه. فكل سنه وانت طيب يا عرب، عاملين له حاجه كده بسيطه جدا. خلينا نطلع نشوف هذا الكليب عن او في عيد ميلاد النجم الكبير ومدير الكوره في النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ. دكتور احمد ثابت، دكتور احمد ثابت هتكلم معاه فيما يخص المرحله السابقه بالارقام داخل النادي الاهلي، وفي موضوع مهم جدا الحقيقه برضو عايز اتكلم فيه مع حضراتكم شويه صغيره جدا، وهنفصله مع احمد، مع دكتور احمد ثابت. دايما لما تيجي تتكلم على حاجه ما تتكلمش وخلاص، ما ينفعش تطلع تتكلم وتقول ايه انا جدع انا هكسب كل الفرق وانا اساسا ما عنديش فرقه مثلا يعني، او انا جدع انا هضرب الناس كلها وانا ما اعرفش اضرب وانا ما عنديش فكره. فلما تيجي تتكلم في حاجه تخص ورق فلازم تجيب الورق اللي يخليني اطلع اتكلم مع حضراتكم وانا حاطط في بطني بطيخه صيفي. هما بيقولوها كده، انا ما اعرفش بيقولها ليه لكن هي بتقال كده. ف بالنسبه لموضوع الاعارات والاستبدالات، موضوع مهم جدا، انا هقرا لكم حاجه بسيطه، ولما يخش دكتور احمد ثابت هنوضح لحضراتكم بالتفصيل الممل ايه الموضوع، ايه الموضوع وايه حقوق النادي الاهلي، والنادي الاهلي عمل ايه وجاب كام لعيب ومشى كام لعيب والدنيا مشيت ازاي، وكل حاجه فيما يخص هذا الموضوع، موضوع الاستبدالات. موضوع مهم جدا ان هو المثار حاليا على الساحه الرياضيه. بالنسبه للاعاره، وانا هقرا لكم من ان فتره التسجيل الثانيه اللي هي شهر يناير 2020، تكون اعتبارا من الاربعاء 1/1/2020 وحتى الجمعه 31/1/2020، وذلك بجميع الاقسام والمراحل السنيه. لا يجوز استخراج بطاقه اللعب ومشاركه اللاعب الا بعد اعتماد القائمه من الاتحاد. خدوا بال حضراتكم من اللي جاي، اللي جاي هو الثلاث اربع سطور اللي جايين هم القصه كلها، عشان بس ما حدش يودينا يمين وحدش يودينا شمال. الكلام ده انا جايبه من جيبي، من دماغي، انا جايبه من اداره شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري لكره القدم، منشور تعليمات القيد وانتقالات اللاعبين لموسم 19/20. ما دي من الحاجات اللي انا كنت بتكلم مع حضراتكم فيها الاسبوع اللي فات قبل موضوع النادي الاهلي واللي حصل وزياره الوزير اشرف صبحي للكابتن محمود، كابتن محمود الخطيب. الاعاره، يجوز للنادي اعاره اي لاعب مرتبط مع ناديه بعقد ساري لمده لا تتجاوز مده عقده الاصلي بحد اقصى 5 لاعبين. اظن الكلام واضح، يعني الكلام شارح نفسه. بالنسبه للاعب المعار بقى أو المستغنى عنه أو الذي أنهى عقده بالتراضي، يتم رفع اسمه من قائمة ناديه. خلاص خدوا بال حضراتكم من السطر أو العشرة 15 كلمة اللي جايين. ويمكن قيد لاعب بدلا منه بحد أقصى 5 لاعبين. أمام حضراتكم اللي هي اللي جوه المربع أو المستطيلة، أنا آسف، الأحمر دي، آخر سطر في المستطيل الأحمر هتلاقوا إيه؟ بالتراضي يتم رفع اسمه من قائمة ناديه، ويمكن قيد لاعب بدلا منه بحد أقصى 5 لاعبين. دي اللائحة أو دي المنشور المتعلق بتعليمات القيد وانتقالات اللاعبين لموسم 2019/2020. انت جايب الكلام ده من جيبك يا اسلام؟ لا، جايبه من جيبك اللي قدام ولا من جيبك اللي ورا؟ لا، انا حضرتك جايبه من الاتحاد المصري لكره القدم،
مش جايبينه من حته تانية. فبالتالي هو ده اللي هنتكلم عليه. هنتكلم تفصيليا بقى جوه الحاجات دي، نادي الاهلي جاب كام، نادي الزمالك مثلا جاب كام، نادي الاسماعيلي جاب كام. هنتكلم في تفاصيل الموضوع، هسيبها مع الدكتور احمد ثابت نتكلم فيها، يكون هو نتكلم فيها اكتر الحقيقه تفصيليا خلال الفقره القادمه. الاول نطلع نشوف تقرير عن معسكر النادي الاهلي في الامارات، وبعد كده ان شاء الله هستقبل ضيفي في الفقره الاولى دكتور احمد ثابت. هنتكلم زي ما قلت لحضراتكم عن الاهلي في مرحله الست مباريات وتوقعاتنا للمرحله القادمه مع دكتور احمد ثابت، وبعد كده بقى هنتكلم ايضا على موضوع الاستبدال، هل هو لاعب ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا 20 ولا 30. أنا وريتكم بس إيه جزء من اللائحة، وهنتكلم تفصيليا إن شاء الله في الفقرة القادمة. وبعد الفقرة القادمة بقى هنتكلم فنيا أكتر مع نجومنا الكبار، هقول لحضراتكم على أسمائهم. ولكن نطلع نشوف تقرير عن معسكر النادي الأهلي في الإمارات. بنسخن بس اليوم الثلاث أنا وكابتن سيد عبد الحفيظ، إن شاء الله هيكون ضيفنا يوم الثلاث القادم الساعة 11 بالليل على الهواء مباشرة. أي أسئلة حضراتكم عايزين تسألوها ابعتوها لنا وإحنا هنسأل فيها كابتن سيد عبد الحفيظ. هنسخن بس شوية على معسكر الإمارات، وبعد كده هستقبل دكتور أحمد ثابت في فقرتنا الأولى النهاردة، وبعد كده إن شاء الله نستقبل نجومنا الكبار نتكلم فنيا أكتر بقى عن كل هذه الأمور. بعد التقرير والفاصل دكتور أحمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره من حلقه اليوم دكتور احمد ثابت. زي ما قلت لحضراتكم الفقره دي هتتقسم فقرتين. الفقره الاولى هنتكلم فيها عن اللائحه اللي انا كنت بتكلم فيها مع حضراتكم من شويه تفصيليا بقى. دكتور احمد هيتكلم معانا عن لائحه الاستبدال للاتحاد المصري لكره القدم. نادي الاهلي استبدل كام لاعب، نادي الفلاني استبدل كام لاعب. هنتكلم في كل شيء يخص هذا الموضوع تفصيليا. الجزء الثاني بقى هنسيبه لانه محتاجين نتكلم فيه كتير، اللي هو ارقام ريني فايلر مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظه، او مرحله الست مباريات منذ قدوم ريني فايلر حتى توقف الدوري العام. هو ده اللي هنتكلم فيه اكتر ان شاء الله في الجزء الثاني من هذه الفقره. ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تحياتي لحضرتك، ودايما مسهرنا كده في سهره معك كل يوم متالق دايما. امبارح سهرنا كتير. طيب خليني ابدا مع حضرتك في لائحه الاستبدال في الاتحاد المصري لكره القدم 2019 2020. دي احنا مش جايبينها من جبنه، ولكن احنا جايبينها من الاتحاد. لو حضرتك معاك نسخه اتفضل اقرانا. الاول طبعا تفصيليا الاول لائحه القيد لكل الانديه دي. اللائحه ديت مش مصاره اليوم ده ولا اليومين دول، لا، اللائحه دي من بدايه الموسم. اللائحه الرسميه اللي مسلمها اتحاد الكوره لكل الانديه سلمها يوم 20 اعتقد، يوم 20. اللائحه بتقول ان كل نادي يحق ليه قيد 30 لاعب بالفريق الاول بجميع الاقسام. دي اهم حاجه، يعني كل لاعب، كل فرقه من حقها تقيد 30 لاعب. ايوه النادي الاهلي مقيد 30 لاعب. ونادي الزمالك طبعا مقيد 30 لاعب، يعني كل فرقه مقيده 30 لاعب. الحاجه الثانيه غير ال 30، في خمسه لاعبين معارين تحت السن لكل نادي، خمسه معارين تحت السن وخمسه استبدال. تمام. يبقوا كام؟ يبقوا حوالي 40، هم 40، يبقوا 40، يبقوا خمسه وخمسه. تمام. لكل نادي. لازم الاول تخلص ال 30 لاعب الموجودين في القايمه، وبعد كده تستخدم الاستبدال. يعني الاستبدال مش هيشتغل غير لما تخلص ال 30 لاعب، لازم تكون مقيد ال 30 لاعب اللي في القايمه. تمام. فالنادي الاهلي مقيد ال 30 لاعب، واحنا معانا القايمه بتاعت النادي الاهلي بتاعت الموسم، هنلاقي ان مكتوب فيها 30 لاعب تصميم كده، هنلاقي فيه ال 30 لاعب بتوع النادي الاهلي اللي تم قيدهم في بدايه الموسم. دول اللي هم النادي الاهلي اعلن عنهم، ودي غير القايمه الافريقيه. القايمه الافريقيه اهي، ده قدامنا ال 30 لاعب النادي الاهلي مقيدهم في القايمه المحليه. القايمه المحليه. دول اللي هم خلاص موجودين جوه القايمه اللي تم قيدهم. تمام. القايمة الأفريقية بتاعت النادي الأهلي فيها كام لاعب متأيد؟ 26. 26 لاعب. يبقى لسنا كام مكان؟ 4 في يناير. هي دي الفكرة. دلوقتي عندنا 30 لاعب وخمسة معارين، مين الخمسة المعارين اللي تم عرضهم للنادي الأهلي؟ اللي هم تحت السن. رقم واحد أكرم توفيق. رقم اثنين محمود الجزار. رقم ثلاثة ناصر ماهر. رقم أربعة فوزي الحناوي. رقم خمسة أحمد ياسر ريان. دول الخمسة المعارين تحت السن. يبقى أنت كده عندك 30 لاعب وعندك خمسة معارين تحت السن.
مجرد ان انت خلصت ال 30 لاعب ليك 5 استبدال لكل نادي، عشان ازاي تحكم على كل نادي ان هو يجيب عدد معين من الصفقات. النادي الاهلي عنده 5 استبدال، استخدم كم استبدال؟ 3 استبدال من الخمسة. مين هم؟ رقم 1 باسم علي. ازاي؟ رغم ان باسم علي اللي طبعا النادي الاهلي ايده عشان يحافظ على حقوقه في القائمة الاولانية وتم اعارته عشان نحافظ على حقوقنا من باسم علي، طبعا رقم 1 باسم علي. رقم 2 نفس القصة محمد شريف تم قيده. رقم 3 كان كريم نيدفيد، كريم نيدفيد لما دخل مكان احمد حمدي. فدي القائمة بتاعت النادي الاهلي دلوقتي، 30 لاعب اساسي، 5 معارين، والخمسة المستبدلين استخدمنا 3. إذا النادي الأهلي يحق ليه كم صفقة في شهر يناير؟ 2. إذا النادي أي كلام عن الصفقات للنادي الأهلي مش هيبقى غير في حدود هم 2 دول بس، لأن اللائحة بتاعت اتحاد الكرة بتقول كده. 2. طيب بالنسبة للقائمة الأفريقية عشان الناس تكون فاهمة، القائمة الأفريقية عندنا 26 وهيدخل علينا مثلا 2 جداد في يناير، ادي 28. طب الاثنين التانيين هنكملهم منين؟ من ال 30. من ال 30 اللي هو مثلا اللي هم في القائمه المحليه، اللي هو زي سعد سمير اللي لم يتم قيدهم، زي سعد سمير مثلا، زي عمار حمدي، زي كريم نيدفيد، الناس اللي هي ما تأيدتش وممكن من تحت السن تأيد بسبب الاصابه وطول الاصابه، ممكن تأيد منهم. فدي طبعا اداره النادي الاهلي بتحسب الكلام ده كله، او لجنه الكوره حسب رؤيه الجهاز الفني طبعا، حسب لجنه الكوره والجهاز الفني بيحدد بقى. مثلا عندك لو مثلا سعد سمير، يبقى انت مثلا لو محتاج مدافع او سعد سمير موجود يبقى تأيده كده على حسب القيد. يبقى النادي الاهلي ليه كام؟ ليه 2 في شهر يناير. نادي الزمالك بقى، نادي الزمالك مقيد 30 لاعب، نفس الفكره بالظبط، بس القائمه الافريقيه بتاعت نادي الزمالك فيها 28 لاعب تمام، غير محمد اوناجي، يعني هم 28 لاعب من غيره كمان. بالنسبه لنادي الزمالك مقيدين 30 لاعب و5 معارين تم استخدامهم. بالنسبه للاستبدال، نادي الزمالك تم استبدال 4 لعيبه. 4 لعيبه من 5 متاحين. مين هم الـ4 لعيبه اللي تم استبدالهم؟ رقم 1 بهاء مجدي، رقم 2 احمد كابوريا، رقم 3 محمود كهربا، رقم 4 احمد رفعت. الـ4 دول تم استخدام الاستبدال في نادي الزمالك. اذا نادي الزمالك ليه كام صفقه في يناير؟ صفقه واحده. ده باللوائح الاستبدال من اتحاد الكوره بالورق الرسمي. كل نادي ليه 5 استبدال سواء في الصيف او في الشتاء. يعني الـ5 استبدال دول مجرد ان انت ايدت 30 لاعب، عايز تستبدل قبل بدايه الموسم استبدل، عايز تستبدل في يناير خلصتهم 5 استبدل. خلصتهم بقى لك واحد ماشي، بقى وكل نادي بيدفع 20,000 جنيه مقابل الاستبدال الواحد ده. برده من ضمن اللوائح الموجوده في الورق، كل مقابل تدفع للاتحاد 20,000 جنيه وتستبدل تمام. فنادي الزمالك استخدم 4 وبالتالي ليه صفقه واحده في شهر يناير، دي طبقا للوائح اتحاد الكوره من بدايه الموسم. وده اللي النادي الاهلي بنى عليه. النادي الاهلي لما بيجي يعني يخطط او كده بيقرا الاول اللوائح. النادي الاهلي بصراحه فرق اداره كبير عن باقي الانديه، سواء باقي الانديه كلها في مصر. ليه؟ النادي الاهلي برضو ان انت تنجح ان انت تعدي المرحله الصعبه دي، كان النادي الاهلي كان عنده كذا لاعب قايمه بالهبل، ان انت تعدي المرحله الصعبه ديت بان انت ب 30 لاعب وبعد كده 5 ويتبقى لك برضو 2 استبدال، ده نجاح بصراحه لاداره الكوره في النادي الاهلي. في يعني برضو عشان ناكد الكلام ده، النادي الاهلي مثلا استغنى يعتبر عن اسلام محارب، خرج بعقد ثلاثي وفي بند ان هو ب7 أو 8 مليون يحق للنادي الاهلي شراءه بعد كده، ولكن يعتبر النادي الاهلي استغنى عن اسلام محارب. طب ليه النادي الاهلي ما يقيدوش؟ عشان دي لوائح. النادي الاهلي كان قاري اللوائح كويس جدا، ان انت عندك 30 لاعب و5 معارين تحت السن و5 استبدال، وبالتالي خرج من عندنا اسلام محارب، خرج هشام محمد، خرج حمودي، الناس دي خرجت فري، يعني صفقه انتقال حر النادي الاهلي ما استفادش منها. هو ده عشان كده النادي الاهلي في الوقت النادي الاهلي في وقت ما قبل بطوله كاس الامم الافريقيه حاول ان ينهي او كان يراهن على ان الدوري ينتهي قبل بطوله كاس الامم الافريقيه عشان يرتب كل طبعًا. الامور دي وما يخسرش اللعيبه، عشان كده تم الحكم التاريخي الحقيقه اللي كان موجود من يومين في مركز التسويه والمنازعات لصالح النادي الاهلي ضد اتحاد كره القدم ب 150,000 جنيه. مش بنتكلم على المبلغ شطاره، ولكن بنتكلم على ان النادي الاهلي دائما ما يكون، او نادي اي نادي مؤسسه طبعا. وفي مصر هنا ما فيش غير النادي الاهلي، دائما ما بيتم الطرح بهذا الشكل. يعني مثلا ناس كتير طلعت قالت لك ايه النادي الاهلي هيستشكل على الموضوع او مش هيستشكل على الموضوع. طب يا جماعه مش نعرف النادي الاهلي الاول هيعمل ايه؟ النادي الاهلي في مثل هذه الامور بيعمل ايه يا دكتور احمد؟ بيعمل ايه؟ بيجي كابتن خطيب المشرف على الكوره، يجمع اللجنه القانونيه اللي عندها درايه بالموضوع ده، خلاص بيقعدوا مع كابتن خطيب المشرف على الكوره
ويتفقوا على الامور وتطلع توصيه لمجلس اداره النادي الاهلي. ساعتها مجلس اداره النادي الاهلي بياخد القرار بناء على ايه؟ على التوصيه دي. خد بالتوصيه خد، ما خدش بالتوصيه ما خدش، دي حاجه بتاعه المجلس. المجلس هو اللي بيفكر كيفما شاء ويرى وبيعمل اللي شايفه في مصلحه النادي الاهلي، وبالتالي ممكن جدا يستشكل او لا يستشكل، دي حاجه ما نعرفهاش لسه ما نعرفهاش. بس ناس كتيره اتكلمت في موضوع الاستشكال ده بمناسبه يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله عن اللوائح والقوانين، وان النادي الاهلي بيدرس هذه المواضيع دائما بشكل جيد جدا. والنادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم ان النادي الاهلي الفارق ما بين نادي المؤسسه وانديه الافراد بيتضح تماما في الكلام اللي الدكتور احمد بيقوله والشرح اللي بيشرحه، وفي نفس الوقت بيتضح في قصه زي قصه ان النادي الاهلي اعترض على ميعاد نهايه الدوري العام المصري لما يراه ضد مصلحه كره القدم المصريه وضد مصلحه النادي الاهلي، وبالطبع ضد مصلحه النادي الاهلي. وعشان كده النادي الاهلي خد حكم انا بعتبره من الاحكام التاريخيه الحقيقه لصالح الكره المصريه اولا ولصالح النادي الاهلي ثانيا. بند الاعاره بقى لو قريناه تحديدا في الورق بتاع اتحاد الكوره، يجوز للنادي اعاره اي لاعب مرتبط مع ناديه بعقد ساري لمده لا تتجاوز مده عقده الاصلي بحد اقصى 5 لاعبين اللي هو ايه؟ اللي هم المعارين. نيجي بقى للاستبدال، بالنسبه للاعب المعار او المستغنى عنه او الذي انهى عقده بالتراضي يتم رفع اسمه من قائمه ناديه، اللي هو إن لو انت عايز تستبدل زي ما احنا القصه كلها في اخر 4 حروف اخر 4 كلمات، ويمكن قيد لاعب بدل منه بحد اقصى 5 لاعبين زي ما عملنا مع مين؟ مع احمد حمدي ودخلنا مكانه كريم نيدفيد، زي ما عملنا برضو مع باسم علي، زي ما عملنا مع محمد شريف. فهي الفكره ان انت لو انت ما كنتش قاري اللوائح حطوه وهتأيد لعيبه وهتتدبس، هتيجي تقوم عايز بقى ان انت تغير عايز تستبدل مش هتلحق. في بعض الانديه خلي بالك وفي مشاكل حصلت في انديه وفي لعيبه موجوده بيراميدز. مش عايزين نقول اسماء لكن لعيبه من المفترض ان دي لعيبه محترفه وحرام يعني حرام، ولعيبه كبيره وليها اسماء وبالتالي لم يتم محدش عارف يأيده، لم يتم قيدهم بسبب استخدام ان هم ما كانوش قاريين اللوائح من الاول. اللائحه دي مهمه جدا، ان انت يعني انت كان ممكن النادي الاهلي مثلا يأيد اكتر من لاعب، يعني يأيد اكتر مثلا من 30 لاعب، بعد كده ما تيجي تستخدم الاستبدال مش هتعرف. تيجي تلاقي عندك صفقات في يناير ما عندكش. فهي دي الفكره، ان انت لازم تكون قاري اللائحه من الاول. وبصراحه النادي الاهلي شاطر جدا، يحسب لاداره الكوره سواء كابتن الخطيب او اللجنه الفنيه او كابتن سيد عبد الحفيظ او الجهاز الفني طبعا او لجنه التخطيط، الامانه يحسب ليهم كده. وان انت كمان عندك صفقتين، اذا التفكير الجاي للنادي الاهلي في الشتاء للمدير الفني ان هو هيبقى عنده صفقتين وعنده مكانين كمان من القائمه المحليه في القائمه الافريقيه. ايوه، يبقى انت عندك 4 اماكن باذن الله لما تعدي دور المجموعات هتبدا، او في مثلا في الدور الثاني من دور المجموعات المرحلة الثانيه اللي هي من يناير، 4 اسماء منهم 4 اسماء منهم 2 صفقات جديده حسب رؤيه الجهاز الفني واحتياجاته في المراكز المختلفه. طبعا اذا لم يكن محتاج خلاص هو حر. اما بالنسبه لنادي الزمالك وعنده مكان واحد ليه صفقه واحده، طبعا نادي الزمالك محتاج اكتر من صفقه، هي دي الفكره. ما لناش علاقه يعني خلينا نتكلم في اللوائح يعني والقوانين. اللوائح بالنسبه للائحه ان انت نادي الزمالك ما عندوش غير صفقه واحده في شهر يناير. طيب كده اعتقد ان الامر ده واضح بالتفصيل يعني لما حضرتك حد يكلمك هات له الدكتور احمد وهو بيتكلم عن هذا الموضوع وقول له الفيديو اهو، اسمع الفيديو، او جمهور النادي الاهلي اعتقد ان هو خلاص عرف التفصيل اللي احنا او التفاصيل اللي احنا بنتكلم عنها بشكل كبير يعني. طيب 6 مباريات منذ أن بدأ أو منذ أن أصبح ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي. طبعا. الأرقام بتقول إيه في خلال 6 مباريات؟ أنت عشان نقيم مدير فني مثلا في 6 مباريات هنقيمه الأول بالنتائج، الأرقام طبعا بتبين إذا كان المدرب ده هجومي ولا لأ، نقيمه برضو بقراية الملعب، قرايته للملعب عاملة إزاي، التغييرات بتاعته عاملة إزاي. نبص الأول على الأرقام أول حاجة، الأرقام هنلاقي إن ما شاء الله الراجل لعب أو ضرب النادي الأهلي في 6 مباريات، فاز في 6، اتعادل في 0، خسر في 0، احرز كام هدف؟ 19 هدف في 6 مباريات، رقم كبير، دليل ان الراجل ده فكره هجومي. دخل شباك النادي الاهلي 3 اهداف، الشباك النظيفه 4 مباريات من 6، ده دليل برضو ان الراجل عنده قدرات دفاعيه كويسه. فدي حاجه مهمه جدا، دي رقم واحد بالنسبه للارقام. الحاجه الثانيه رايه الملعب والتغييرات عشان نقيم المدرب، نبص على توقيت احراز الاهداف، الرسم البياني، هنلاقي ان النادي الاهلي جايب 19 هدف. مع فايلر ال 19 هدف منهم كام في الشوط الثاني؟ 12 هدف. الصوره اللي بعدها هنلاقي ان هو 12 هدف من 19 في الشوط الثاني اهو قدامنا على الشاشه.
هنلاقي ان من الدقيقه 60 من الدقيقه 45 ل 60 خمس اهداف، من الدقيقه 60 ل 75 ثلاث اهداف، من الدقيقه 75 ل 90 اربعه، لو جمعناهم يعملوا 12 هدف بنسبه 63%. اذا ده بياكد حاجتين، بياكد ان الراجل فايلر او المدرب فايلر بيعرف يغير ويرى الملعب بصوره ممتازه جدا وتغييراته ممتازه جدا. الحاجه الثانيه الجانب البدني، ان الراجل ده عنده شغل بدني محترم، والجهاز الفني عندنا مدرب الاحمال البدنيه عامل شغل محترم في الست مباريات اللي مع ريني فايلر، بدليل ان انت الشوط الثاني دايما بتتفوق على المنافسين بتوعك. الحاجه الثالثه برضه عشان تحكم على المدرب، وهو تطوير مستويات اللعيبه، حاجه مهمه جدا. مدرب زي ريني فايلر لا طور من مستويات لعيبه، وابرز اللعيبه ديت رمضان صبحي. طبعا دي ارقام اللعيبه، برضو الصوره اللي قدامنا دي مهمه جدا، يعني دي بقى ايه بتوضح مين اللعيبه اللي مبدعه مع ريني فايلر. هنبص نلاقي ان هداف الفرقه في خلال الست مباريات دول جونيور اجاييه، جايب خمس اهداف. الاكثر اسيست وهو دايما اللي مش عليه سبوت كتير، محمد مجدي قفشه، هنبص نلاقي ان هو الاكثر اسيست والاكثر صناعه للفرص، مكسب كبير جدا في الست مباريات للنادي الاهلي. محمد مجدي قفشه اكتر لاعب صنع اهداف ست مباريات، ومتسبب في ركله جزاء في بعض المواقع تحسب ست اسيست، يعني مثلا مسابقه الفانتازي تلاقي ان هم بيحسبوا ضربه الجزاء اسيست، لا احنا هنا الاكثر صناعه للاهداف خمسه اسيست وتسبب في ركله جزاء. الاكثر صناعه فرص لزملائه 12 فرصه، يعني الاكثر كمان صانع فرص لزملائه، يعني ده مفتاح بناء هجمات النادي الاهلي هو، او مفتاح خطوره النادي الاهلي هو محمد مجدي قفشه. الاكثر مراوغات ناجحه اللي بيفوت اكتر في واحد على واحد في النادي الاهلي رمضان الاحرف 18 مراوغه ناجحه. ايوه الاكثر محاولات على المرمى اللي بيروح على الجون كتير جونيور اجاييه عامل 13 محاوله. الاكثر محاولات صحيحه على المرمى 2 متساويين مع بعض، حسين الشحات واجاييه 7 محاولات صحيحه على المرمى. ديت الابرز، الابرز على المستوى الهجومي تحديدا في النادي الاهلي تحت قياده ريني فايلر، سواء على مستوى الاسيست، سواء على مستوى التسجيل، او على مستوى صناعه الفرص، او على مستوى المراوغات الناجحه، او المحاولات على المرمى. دي اللي قدامنا. بالنسبه لتطوير مستويات اللاعبين، النقطه الثالثه المهمه رمضان صبحي. رمضان صبحي فرق كبير جدا في السنه اللي فاتت منذ انتقاله للنادي الاهلي في شهر يناير والسنه دي. يحسب لريني فايلر تطويره خاصه في عمليه دخول رمضان صبحي للعمق للمرمى اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هي دايما بيروح على الجون ودايما بيسدد. هنبص على مقارنه كده سريعه في الارقام، هنلاقي ان رمضان لعب السنه اللي فاتت مع لاسارتي 18، يعني دي مقارنه ما بين رمضان صبحي الموسم منذ السابق منذ يناير السابق وحتى نهايه الموسم بدايه تواجده مع ريني فايلر. يعني مقارنه ما بين وجوده في السنه اللي فاتت من يناير لنهايه الموسم والسنه دي مع ريني فايلر اللي هو الموسم الماضي والموسم الحالي، هنلاقي ان هو لعب السنه اللي فاتت 18 مباراه مسجل هدفين في 18 مشاركه، السنه دي لعب 3 مشاركات في الدوري مسجل 3 اهداف. يعني السنه اللي فاتت 18 مسجل هدفين بس، السنه دي 3 جايب 3 اهداف. بالنسبه للاسيست السنه اللي فاتت 3 و1، طبعا مقارنه بعدد المباريات الاكتر، ولكن هنبص بقى على باقي الارقام كلها هنلاقي ان الضعف ارقام رمضان زادت للضعف. معدل صناعته للفرص السنه اللي فاتت كان 1، السنه دي بقى 2. معدل محاولاته على المرمى في المباراه الواحده 1.2، السنه دي بقى 3.3، يعني بيروح على الجون 3 مرات كل ماتش مع ريني فايلر. معدل محاولاته الصحيحه كان السنه اللي فاتت 4، السنه دي 2، ليه 2 اون تارجت في المباراه الواحده. معدل مراوغاته الناجحه السنه اللي فاتت كان 3.7 في الماتش الواحد، السنه دي 4.3، حتى معدل المراوغات زاد. معدل حصوله على اخطاء كان 1.7 السنه اللي فاتت، السنه دي 3. اذا رمضان تطور بالضعف، الارقام رمضان بتزيد بالضعف من السنه اللي فاتت مع لاسارتي والسنه دي مع فايلر. طيب. إذن بصمة واضحة في تطوير اللاعبين لريني فايلر. خلينا نروح لأرقام مجدي قفشة. يعني مجدي قفشة ما عرفش ليه انت بتقول ان هو مش تحت السبوت، بس دائما ما ينال إشادة الجميع في ملعب الأهلي خلال الفترة الأخيرة طبعاً. في معظم المباريات يعني. لا انا بتكلم على البرامج التانية مش تحديدا قناة الأهلي. احنا هنا بنشيد قفشة، احنا هنا عن قفشة على طول، واخد رجل المباراة اكتر من مرة، لكن مش عليه السبوت في البرامج التانية في القناة لا بدليل ان كابتن حسام البدري المدير الفني طبعا ضمه للمنتخب، ضمه على طول يعني، ومكسب كبير جدا هيبقى بيعتمد عليه هو وعبد الله السعيد يعني في مركز صناعة اللعب. يمكن هو اكثر اسيست في النادي الاهلي، يمكن هو صنع 5 اهداف واحرز هدف ومتسبب في ركله جزاء، يعني لو جمعنا الارقام دي على بعض 5 و1 و1 هيعملوا 7. يعني قفشه مساهم في 7 اهداف في 6 مشاركات مع النادي الاهلي. الاكثر كمان نيجي للاكثر صناعه للفرص 12 فرصه، محاولات على المرمى 12، نسبه دقه محاولاته 25%، يعني ربع محاولاته صح.
ده برضو مكسب كبير جدا مع ريني فايلر، محمد مجدي قفشه. تمام، ولكن انا يهمني مثلا مجدي قفشه الحقيقه منذ مجيئه الى النادي الاهلي والحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد، ولكن يهمني برضو في واحد زي جونيور اجاييه. جونيور اجاييه ومدى التطور في مستواه ما بين فتره وجوده في الجهاز الفني السابق وحاليا. جونيور اجاييه هو الحاجه الحلوه اللي هي بتعمل الاداء الحلو، المهاجم الوهمي للنادي الاهلي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، اللي بينفذ فكر فايلر. فايلر فكره واضح جدا في المهاجم الوهمي اللي بيسقط للخلف دايما جونيور اجاييه، ويسيب مساحات فارغه في ظهر المدافعين او فاضيه في ظهر المدافعين لرمضان صبحي، لحسين الشحات، لعمرو السوليه، لحمدي فتحي، بيسحب معاه المدافعين وشفناها في اكتر من مباراه. جونيور اجاييه اتطور بشكل كبير جدا على مستوى الارقام برضو. يمكن السنه اللي فاتت مع لسارتي لعب 15 مشاركه في الدوري مسجل 4 اهداف، السنه دي في 3 مشاركات. تاني واحده واحده بس، 15 مشاركه مع لسارتي، مع لسارتي في الدوري 15 مسجل 4 اهداف دوري بس. السنه دي مسجل في 3 مشاركات في الدوري مسجل هدفين. فبص حضرتك الرقم من 3 مشاركات هدفين، الناحيه الثانيه من 15 مسجل 4. فالرقم واضح ان ما شاء الله اجاييه بيتطور بشكل ملحوظ. حتى بقى نبص على المحاولات على المرمى في كل مباراه، في المباراه الواحده هنلاقي ان السنه دي 2.3، السنه اللي فاتت 1.4، المحاولات الصحيحه السنه دي 1.3 مع فايلر، مع لاسارتي 6، دقه المحاولات كمان زادت 75%، دقه المحاولات السنه اللي فاتت كانت 42.5%. تفتكر احرازه هدف في مرمى السوبر فرق معاه نفسيا حتى؟ هدفين في مباراة السوبر الاول يعني. انا بتكلم على الهدف الاول تحديدا. طبعا فرق معاه، ان انت كمان احنا كلنا كنا مخضوضين بصراحه ان فايلر بدا بجونيور اجاييه، وكانش في حساباتنا، اتفاجئنا في التشكيل ان جونيور اجاييه هو اللي بادئ. لا، جونيور اجاييه لما نزل ولقينا ان الراجل كان ساعتها في مباراه الزمالك بيلعب 4-3-3 وبيطبق فكره المهاجم الوهمي وبيعمل ضغط عالي قدام وبيلعب بدفاع متقدم، وجونيور اجاييه هو اللي يعني سر الخلطه. يعني جونيور اجاييه سر الخلطه مع النادي الاهلي في طريقه ريني فايلر بصراحه. جونيور اجاييه حاجه ممتعه جدا وبيقدم اداء، ربنا بس يحفظه لنهايه الموسم عشان واحد من اهم اللعيبه بصراحه مع النادي الاهلي. تفتكر ان من الممكن خلال الفتره القادمه، اولا هل التوقف ده سيؤثر من وجهه نظرك سلبيا ولا ايجابيا او من الارقام؟ التوقف ده كده ولا كده اصلا كان هيحصل، يعني هي كانت هتبقى مباراه واحده، فكده ولا كده كان هيحصل، يعني كنا هنلعب الجونه بس، فكده ولا كده كان هيحصل. انا شايف ان الفتره دي احنا محتاجين فتره زي دي لريني فايلر. ريني فايلر ما خدش فتره اعداد، فاحنا محتاجين فتره اعداد، خاصه ان احنا داخلين على فترة صعبة جدا في الموسم، وهي بداية دور المجموعات. هتلاعب بقى داخل على النجم الساحلي وداخل على الفرق التقيلة بقى، وبعد كده هتخش في دور المجموعات، فانت محتاج الراجل بصمته واضحة، ولكن لسه برضو محتاج بقى ان هو يحفظ اللعيبه جمل. عايزين نشوف بقى، طبعا هو في ضربات ثابته، يعني برضو من ضمن المميزات للراجل ان في ضربات ثابته بنجيبها، ضربات ركنيه. محتاج بقى ان انت تحفظ اللعيبه اكتر، تحط بصمه، فتره اعداد، الراجل الجانب البدني يشتغل معانا، المدرب البدني اكتر. دي بتفرق لما يبقى انت عامل فتره اعداد مع الفرقه شهر، هتفرق معاه كتير. يعني انت داخل على فتره صعبه، محتاج فتره اعداد مهمه جدا، دي حاجه مهمه جدا. على الرغم من عدم وجود ان معظم الناس اللي هتبقى موجوده، معظم الناس يعني انا لسه كنت حتى انا عايز اقول لحضرتك برضو على على رقم، يمكن احنا النادي الاهلي في 19 لاعب من النادي الاهلي في الفتره الحاليه في منتخبات مصر الوطنيه. 19 لاعب 19 10 في المنتخب الاول، مين هم؟ محمد الشناوي، احمد فتحي، محمد هاني، محمود وحيد، وده بصراحه انضمامه مكسب كبير جدا. يعني الناس بقى اللي هتقعد تتكلم على كابتن حسام البدري ان هو مثلا بيضم محمود وحيد او كهربا او مش عارف، لا، كابتن حسام البدري عنده بعض اللعيبه. كابتن حسام البدري مش اجنبي، فعارف اللعيبه المصريه، وبعدين كان بيدربهم في المنتخب الاولمبي. فهو عنده، كان دايما معاه مين في المنتخب الاولمبي؟ محمود وحيد وكهربا كانوا معاه في المنتخب، فهو واخدهم، لان في بعض اللعيبه الثانيه زي رمضان صبحي وزي صلاح محسن وزي مصطفى محمد، دول مع المنتخب الاولمبي، فهو واخدهم، هو عارفهم، هيبدا بقى يحفظهم معاه شغله، عشان كده ضم للقائمه العدد الكبير ده، وبعد كده هيقلل العدد. فهو عايز يحفظ اللعيبه ديت، واثق فيهم. يعني مثلا واحد زي رامي ربيعه عنده، واثق في امكانياته وفي قدراته، فضمه للمنتخب. ايمن اشرف، عمرو السوليه، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، 10 في المنتخب الاول. نيجي للمنتخب الاولمبي في 5، طبعا منهم محمد محمود اتصاب، مصطفى شبير، وعمار حمدي، وصلاح محسن، ورمضان صبحي، ومحمد محمود. 4 في منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين، العربي بدر، وحمزه علاء، ومحمود صابر، ومحمد اشرف. فانت عندك 19 في منتخبات مصر الوطنيه، ده غير ايه؟ غير اليو ديانج مع منتخب مالي، وعلي معلول مع منتخب تونس، وجرالدو مع منتخب انجولا، 3 على 19 يعملوا 22.
وبالتالي يعني يحسب لاداره النادي الاهلي في التدعيم في الصفقات من البدايه، ويحسب للمدير الفني الموجود ان العدد ده عمرنا ما وصلنا ان يبقى ده 20 لاعب. كابتن شوبير امبارح قال لي كلمه مهمه جدا وهي برضو وجهه نظر. متى تالق منتخبنا الوطني؟ لما الاهلي بيبقى 2006 2008 2010 وهي افضل فتره على الاقل، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه كمان تبقى زيها. ف 2006 2008 2010 وكابتن حسن شحاته المدير الفني العظيم لمنتخبنا الوطني اعترف بهذا الموضوع وقال ان الفتره دي النادي الاهلي كان واقف على رجله بشكل كبير جدا، وبالتالي قدرنا ناخد مجموعه كبيره جدا بيضم 10 و11 لعيبه، وبالتالي قدر ياخد 6 8 10. فهو من الممكن ان الفتره دي الحمد لله ابتدت تعود مره اخرى. طبعا يعني طول ما النادي الاهلي بيبقى كويس وفايق، ده كان فتره الجيل الذهبي، طول ما النادي الاهلي بيبقى فايق هتلاقي منتخب مصر فايق، لان يعني خاصه كمان لما يبقى في مدير فني بحجم فايلر في النادي الاهلي هتلاقي التكتيك اللي بيقدمها والجمل وطريقه الضغط. النهارده هو مطلع حمدي فتحي، مطلع عمرو السوليه، مطلع محمد مجدي قفشه، كابتن حسام البدري، مطلع لعيبه كويسه جدا، محمود وحيد. مصر اصلا عندها عجز في الباك الشمال في الفترة الأخيرة. محمود وحيد ده عظيم جدا، ولكن في عظيم تاني علي معلول. طبعا ما هو هو محمود وحيد حظه ان هو علي معلول في مركزه. يعني بس محمود اي وحيد حد غير علي معلول. بس وجود يعني محمود وحيد في المنتخب على فكرة من الناس الباكات الليفت اللي في مصر المميزة جدا، ليهم دور وهو عارف شغل كابتن حسام البدري. يعني كابتن حسام البدري لما بيضمه هو كان بيضمه في المنتخب الأولمبي فحافظ شغله عشان كده بيضمه. برضو من ضمن مميزات فايلر طريقة تعامله مع الإعلام، مش المدرب، لا طريقة تعامله جيدة جدا دوخت مع الصحافة. طريقة تعامله جيدة جدا عكس مدربين تانية مثلا او عكس المدرب لو قارنته بأي مدرب قبل كده او المدرب، لا طريقة تعامله ذكية جدا. المباريات الكبيرة عشان تحكم برضه على مدرب تشوفه في المباريات الكبيرة، كسب مثلا نادي الزمالك في السوبر، لسه بقى اللي جاي النجم الساحلي، لسه المباريات اللي جاية في دوري ابطال دي اللي احنا مستنينه في المباريات. ولكن حضرتك بتتكلم على الست مباريات الأخيرة. انا بتكلم يعني كتقييم كامل في الست مباريات دي احنا شفناها في المباراة دي، شفناه برضه بيلعب كابتن حسام حسن مع سموحة، شفناه بيلعب كابتن مختار في الإنتاج الحربي، لا كان مباريات برضه مدربين تقال، فأنت قدر إن هو يتفوق عليهم وباكتساح مش تفوق عادي كمان. يمكن كمان برضه شفنا اهداف من جمل فنيه، اهداف من جمل تكتيكيه، شفنا ضربات ثابته، ضربات ركنيه، كل ده شغل مدرب. فده البشره جيده. طبعا البشره جيده، وعايز الناس تطمن الفتره دي، لا الفتره دي مش حظ النادي الاهلي، لا يبقى سيء بقى ان في فتره كده ولا كده، فتره التوقف دي كانت هتبقى موجوده. المدير الفني يعني كلها كان ماتش واحد اللي هيتلعب ولا ماتشين؟ لا هي فتره التوقف دي ان المدير الفني يحط فيها فايلر ما خدش فتره اعداد. قدامك فتره اعداد، حتى لو اللعيبه مع المنتخب جزء كبير مع المنتخب هيرجعوا تاني، هيخشوا فتره اعداد، يبدا يحفظ جمل، يكتشف شباب، عايز بقى يشوف بعض الشباب من اللي ينزل قطاع الناشئين، يشوف يبدا يذاكر النجم الساحلي من دلوقتي ويذاكر الفرق اللي معانا في المجموعه عكس ما يبقى الوقت ضيق. فدي حاجه مهمه جدا. عموما انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، استمتعنا بيك النهارده. انا اسعد يعني. ودايما متالق كده وانتظرك باذن الله مع كابتن سيد يوم الثلاث. يوم الثلاث بقى ايه عشان بس ممكن يعني كابتن شوبير قعد معانا الثلاثه الا تلت، ما اعرفش سيد ممكن نقعد لكام. ده الفجر هتصلوا الفجر يعني. هنصلي الفجر هنا حاضر. عموما انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد. شكرا شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. هطلع فاصل. كل الكلام بقى اللي احنا اتكلمناه ده احنا ما اتكلمناش في حاجه فنيه. هنتكلم فنيا بقى عن الفتره الست مباريات السابقه بالنسبه لريني فايلر واستعدادات منتخبنا الوطني والاسماء اللي تم طرحها اليوم او تم اختيارها من قبل الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول، وايضا الاسماء التي تم اختيارها من قبل الكابتن شوقي غريب. النهارده الحقيقه كانت في لقطه، خليها اليوم الثلاث دي نتكلم عنها لان اللقطه دي النهارده ما فيش وقت. عموما خلينا نشوف تقرير عن استعدادات منتخبنا الوطني الأول لمباراتي منتخب كينيا وجزر القمر، وبعد هذا التقرير هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل ثلاثة من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن عادل طعيمة، والنجم الكبير الكابتن ماهر همام، والنجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، بعد التقرير والفاصل. ينطلق غدا معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بالقاهرة في إطار الإعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومي 14 و18 من نوفمبر بالجولة الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. كابتن عادل ازي حضرتك؟ كابتن اسلام اخبار حضرتك ايه؟ سهران الصبح انت امبارح. اه والله انا عايز انام الحقيقه، بس طبعا معاكم برجع افوق مره ثانيه ان شاء الله. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر همام. يا كابتن اسلام. يا كابتن ماهر كنت منور امبارح معاك. ربنا يخليك، ده نورك. قال على فكره حلقه جميله ومشاهده كبيره جدا. الحمد لله. اه استمتعت. قال لي برده قصه، قلت له كابتن ماهر همام كان حكيها لي على على موضوع يخص شاره الكابتن والكلام ده كله. النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتن؟ ازيك كابتن؟ شرف ومنور. الله يخليك. الله يخليك. كابتن عادل، خلينا نبدا بكلامنا عن منتخبنا الوطني واختيار 32 لاعب من قبل الكابتن حسام البدري. اولا ايه رايك في اختيار 32 لاعب لمباراتين؟ لو جاهزين معاك يا سمير ممكن تحطهم لنا على الشاشه عشان نقولهم برضو للناس. لو مع حضرتك كابتن عادل ممكن تقول لنا. اه معايا. اتفضل. قبل ما انا اطلع الورقه. اه طبعا في كابتن شناوي، محمد عواد، محمد بسام، احمد فتحي، رجب بكار، محمد هاني، عبد الله جمعه، محمود وحيد، محمد حمدي، محمود علاء، رامي ربيعه، باهر المحمدي، ايمن اشرف، طارق حامد، عمرو السليه، حمدي فتحي، عمر جابر، عبد الله السعيد، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، احمد السيد الشهير بزيزو، محمد فاروق، اسلام عيسى، حسام حسن، سموحه، مروان حمدي، احمد جمعه، احمد حجازي، محمد صلاح، محمد النني، احمد حسن كوكا، محمود حسن تريزيجيه، محمود عبد المنعم الشهير بكهرباء. ايوه. ايه راي حضرتك في الاسماء؟ هو الحقيقه المجموعه، يعني المجموعه دي الحقيقه هو خد كل من هو ممكن ان يبقى يا اما عنده الخبرات يا اما بيتوسم في الاداء الدولي بشكل جيد. ايوه. في مجموعه منهم كانت مع في المنتخب الاولمبي، وطبعا هو دربهم وعارف ان هم ناس واعدين، زي ما احنا دايما بنشيد محمود وحيد، وطبعا بالكهرباء وطبعا ورامي، الناس دي ما كانتش واخده فرصه فطبعا ادالها. انا بس ليا ملاحظه صغيره وهي في حراسه المرمى. ايوه. من العدل انا كنت برشح عامر فريق الانتاج، بقاله اكتر من 3 مواسم بيأدي اداء يعني اكتر من رائع. ايوه. كان ممكن يتزق في معسكر زي ده. زي ده طبعا اكيد اكيد الكابتن ايمن طاهر. كابتن ايمن طاهر مع الكابتن حسام اعتقد، لانه برضو يعني الحقيقه مستواه ثابت، اداؤه اكتر من رائع، فانما الباقي الحقيقه احسن الاختيار في كل المراكز بشكل جيد جدا. واعتقد انه زي ما حضرتك تفضلت 32 لاعب بيعيشوا جو المعسكر، التآلف اللي بينهم، على صحيح هي فتره صغيره بيلعب، انا اعتقد انه هيلعب ماتشين ودي ده اللي وحتى الان يعني الاخبار اللي احنا بنسمعها ان هو بيحاول يجيب منتخب جيبوتي او منتخب ليبيريا. فانا قريت مش عارف هيجيبوا السنغال وحاجه ثانيه. لا لا هو ده صعب. السنغال هو عايز يلعب في فحتى الان لم يتم ترتيب المعسكر او لم يتم ترتيب المباراه. اتقال في خبر كده النهارده ان هو اذا لم يتم ترتيب مباراه وديه هنلعب تقسيما ما بين اللاعبين. فال 32 حقيقه مجرد ان انا اخذت التيشيرت بتاع المنتخب ودخلت المعسكر اصبحت لاعب دولي. النوم، الاكل، النظام، التالف اللي بين اللعيبه، الكلام ده كله بيعيشوه، وبعدين بيلعب ماتشين ودي فبيشوف كل الناس من خلال الماتشين دول، وبعدين ياخد بقى ال 25 او 23 اللي هو هيلعب بيهم الماتشين الرسمي اللي احنا ان شاء الله داخلين على في التصفيات بتاعتهم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. كابتن ماهر، ايه راي حضرتك في الازمه المثاره فيما يخص انت ليه اخترت شريف عبد المنعم واسلام وكابتن عائل وما اخترتش الباقي؟ هي بص يا اسلام، هي طول عمرها الازمه دي موجوده في كل اختياراتنا للمنتخب. بيطلع علينا الصحفيين والنقاد والمحللين بيقولوا ان في بعض العناصر كانت ممكن تكون اكفأ من اللي موجودين، يعني اختيارات المنتخب مش هي الاختيارات الامثل لهذه المرحله. فانا عايز اقول لك ان النقاش ده موجود في كل اختيارات المنتخب
حتى الجهاز اللي قبل كده والجهاز اللي قبليه، يعني طول عمرنا عايشين في ده الطبيعي، يعني الطبيعي في الجزئيه دي. لكن عايز اقول لك ان يعني كل الاختيارات اللي موجوده اللي اختارها الكابتن حسام البدر 32 لعيب هم خيره اللعيبه اللي موجوده في الدوري الممتاز، يعني هو عنده شفافيه وعداله في حته اختياراته من خلال الدوري الممتاز للعيبه المحليين. اما اللعيبه المحترفين هو اختار 6 لعيبه يعني كلهم لعيبه مميزين محترفين. المحترفين كلهم لعيبه مميزين وفعلا هيبقوا اضافه مع المجموعه اللي موجوده. عايز اقول ان هو كمان الكابتن حسام في المؤتمر الصحفي اتكلم بشكل كبير جدا على ان هو طبعا بيشرفه ان هو يتولى مهمه منتخب مصر هو وجهازه الفني، وان هو ان شاء الله باذن الله خلال الفتره ديت هيحاول انه يرجع الكره المصريه لمكانها الطبيعي، وان المجموعه ديت هتقدر تساعده ان شاء الله في الاهداف اللي هو بيسعى اليها وهي الوصول لكاس الامم الافريقيه ثم كاس العالم الفتره اللي جايه. اللي بيدور عليه كابتن حسام ان مباراه حبيه او مباراتين على اساس ان هو يقدم الطريقه اللي هيلعب بيها والشكل والاداء اللي منتخبنا ممكن يكون من خلال بدايه البطوله من خلال المباراتين التجربتين اللي هو بيدور عليها حسام في خلال هذه الفتره القادمه. كابتن شريف، اعتقد ان يعني كابتن حسام البدري بدا في اختياراته او بدات العداله واضحه جدا في اختياراته، بمعنى او يعني عايز اعرف رايك برضو، بمعنى واحد زي احمد السيد زيزو لاعب نادي الزمالك من اللاعبين الجيدين جدا اللي اثبتوا جداره خلال الفتره السابقه، محمد فاروق بيراميدز، اسلام عيسى بيراميدز، حسام حسن، سموحه، مروان حمدي، وادي دجله، اعتقد ان اللاعبين دول وحضرتك حتى كنت بتتفرج كنت دايما بتقول ان هم ليه ما يبقوش في المنتخب؟ او الدنيا كلها كانت تقول ليه الناس دي حصل ليهم عدم اختيار في الفتره السابقه الشكل اللي فات او البطوله الافريقيه اللي فاتت يعني. فلما الدنيا جت وكل جاب 32 لعيب اعتقد ان دول الصفوه اللي موجوده في الانديه كلها دلوقتي، والراجل بيعمل تصفيه منهم، واللعيبه دي جت خدت عينينا وشفناها، وخاصه بتوع بيراميدز يعني 4 لعيبه من بيراميدز على مستوى هايل جدا في كل المباريات. لما بيطلع منافس لعبد الله السعيد بنلاقي مجدي قفشه موجود، وهنا هيبقى فيه التنافس اللي هو بيدور عليه حسام البدري، يعني شايف ان هو واخد في مركز مثلا الباك رايت بكار ومحمد هاني واحمد فتحي، يعني واخد لعيبه زي ما حضرتك بتقول خبره وشباب واداء وكل حاجه، انا مش شايف في حد اقوى من المجموعه دي يعني اذا كان هناك عداله في اختياراته. طبعا عداله وشفافيه وكل حاجه وفي مصلحته، وانا مش هطمن على منتخب مصر بصراحه يا اسلام الا لما نلعب من غير محمد صلاح، يعني العب من غير محمد صلاح واطمن على المنتخب بتاعي ويبقى حالته زي الفل وبيروح وبيكسب وبيهاجم وثلاثة أربعة بيخشوا 18 وبتكسب 3-4 وكلام من ده في وجود محمد صلاح أو عدم وجود محمد صلاح، يعني أنا كده يبقى أنا ماشي صح، يبقى اللعيبة دي على الأقل أحس إن في لعيبة بيبقى مستوى محلي وهو بيجرب اللعيب ده اللي بيشوفه هايل جدا في المستوى المحلي هيقدر يأدي إزاي في المستوى الدولي. فزي ما أنت قلت مار عايزين نروح أفريقيا وكأس عالم، ففي رؤية مزدوجة دايما لكل الخطط اللي هي داخله للكره المصريه، فعندنا اشكال كتير قوي وعندنا لعيبه كتير قوي وعندنا اصابات بتحصل زي ما احنا شفنا، لعيبه بتنزل ولا بتطلع، عندنا لعيبه صغيره زي رمضان صبحي وكذا لعيب موجود مع شوقي غريب الحقيقه بروميسنج جدا، فلو حطيتهم على دول كمان يا كابتن مصطفى محمد برضه مصطفى محمد انت لو حطيتهم يا اسلام على دول كمان هتلاقي عندك حاجه و50 لعيب في مصر تقدر تطلع منهم ال 23 24 25 لعيب اللي انت تتمناه. عشان كده انا بقول لك ايه، يوم ما هنلعب مش معتمدين على اي اسم ولا تريزيجيه ولا صلاح ولا مش هتبقى دي الاسطمبه زي ما انت بتقول مصطفى محمد مثلا، مصطفى محمد سترايك كويس قوي يقدر يلخص لك المجهود الكبير قوي اللي بيحصل من الاطراف اذا كان يمين او شمال او نص ملعب، يقدر يخلص مع محمد صلاح وتريزيجيه. هتبقى هنرجع بقى لعوده ان في لعيبه موجوده تقدر الشكل اللي احنا شفناه من احمد حسن كوكا ما شفناهوش، يعني حسام بدري يعرف يطلع اللي عنده، يعني يعرف يشغله كويس قوي، يعرف فايلر لما جه خد الماكسيمم من كل لعيب، فاعتقد ان حسام البدري شاف الشكل ده وعجبه وبيشتغل بنفس المنهج. يعني كابتن عادل في نقطه ما اعرفش انا مش فاهمها كويس يعني، لكن كابتن حسام البدري اختار 32 لاعب في معسكر مفتوح، بمعنى ان هم هيتمرنوا 3 ايام مع المنتخب وبعد كده يرجعوا للانديه بتاعتهم وبعدين يتم الاختيار النهائي يوم 5 نوفمبر. اختار 26 لاعب، هل ده طبيعي؟ انا مش عارف الحقيقه وجهه نظره ايه، هل يعني يمكن عايز يشوفهم في الفتره دي عشان ما بيلعبوش مثلا او
يديهم حمل أكبر، مش عارف. احتمال احتمال بالتنسيق مع الانديه ان النادي الاهلي رايح معسكر، احتمال مش عارف التواريخ الحقيقه، انه النادي غالبا النادي الاهلي هيسافر يوم الاربعاء اللي جاي او الخميس، مسافر يوم 30 اظن او 31 معسكر لمده اسبوع. فهل الفتره ديت هيسيب اللعيبه بحيث انها تروح تلعب تعمل المعسكر وتلعب ماتشين هناك؟ لان يعني هو برضو كابتن حسام البدري من مصلحته ان الدوري كان يبقى مستمر، بحيث ان الدوري بيجهز اللعيبه بحيث انه يبقى بيوصلوا للماتشين دول يعني في مرحله من ال. بس ده طبيعي يعني ان احنا نشوف حاجه زي، بس عشان الناس بتسال هل لا طبيعي طبعا ثلاث ايام ويسيبوا وبعدين يرجعوا تاني ويتم اختيار 26 لاعب. اعتقد المعسكرات الطويله زي. بتبقى مش مجديه في اوقات معينه، الا اذا انت داخل على بطوله مجمعه كبيره زي كاس امم، فانت لازم قبلها باسبوعين او ثلاث اسابيع بيبقى معسكر مقفول فعلا، بحيث انك انت خلاص بقى وصلت لمرحله ان انت عايز بقى تعمل ماتشين ودي، وبعدين الولاد بقى يعيشوا اكل ونوم وكل حاجه وتكتيك الصبح وظهره وكل الحاجات اللي انت محتاجها من جمل لكرات ثابته للتآلف اللي بين اللعيبه، ده كله بيبقى من خلال الاسبوعين ثلاثه على مستوى حتى كاس العالم. بنلاقي كل الفرق قبل كاس العالم او امم افريقيا او امم اوروبيه باسبوعين بيعملوا التجمع ده. فانا شايف انها حاجه طبيعيه، ما فيهاش مشكله، ما فيهاش مشكله. بس عشان الناس بس لا 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 شوف يا كابتن، ساعات يعني بنقول حاجات جميله جدا، لان الناس في الشارع والله العظيم بتفهم، الناس بتفهم. المدير الفني اكتر واحد في العالم عايز ينجح، واكتر واحد مفروض ان انا اسيبه يشتغل. يعني انا حضرتك قلت يعني في الاسماء، ممكن يكون في اسماء تانية، احنا الاربعه يعني بنقول ان الاسماء تقريبا واخد كل الناس الافضل يعني. انا بس قلت يعني كان اضافه عامر يبقوا 33 بدل 32 بس صح. قلت عامر لان فعلا شهاده حق الولد ده بقاله 3 سنين، مش كده برضه يا كابتن؟ بالظبط بالظبط، 3 سنين حاجه يعني. حتى لما الاصابه يمكن كابتن عادل اسلام مش هي الاصابه يعني اللي عطلت الولد، فهو فما فيش شك، انه الكابتن حسام والجهاز الفني بيختار اللعيبه، بيختار توقيتات، بيعمل معسكر 3 ايام يديهم فتره، الفتره ديت هل بالتنسيق مع الانديه بحيث ان الولاد دول يروحوا يلعبوا ماتشاتهم. النهارده بيراميدز يعني بنهنيهم، والمصري بنهنيه كسبه في الكونفدراليه، فلسه الماتش الثاني، فبرضه الولاد دول هيلعبوا الماتش الثاني وقريب، فانا من مصلحتي ان انا الولاد دول يلعبوا الماتش ده. ما هو طول عمرنا يا كابتن عادل احنا بنروح المنتخبات وبنتصفى، في لعيبه كان بيجي من منصوره 5 6 7 جوه المعسكر، بيتاخد بدير وبيتاخد سوريت وبيتاخد سطوحي يعني والاتحاد ثلاثه، والباقي بيروح بيخش بيه جاري من اسطنبه هو وعادل بابلي كويس، لان كان في مصطفى عبده و من اسماعيل اسامه خليل كويس، كان في لعيبه مستوى اول، وكان واللي جايين برده البابلي والجاري مستوى اول، بس كان في يعني حاجات احداثيات، كل الحاجات اللي كان بيعملها المنتخبات والاجانب اللي كانوا بيجوا يمسكوا المنتخبات كان عندهم العدد والوفره وكل من العدد ده كله، فدي خلاص دي حصلت لك، فمن الطبيعي ان انت تجيب 32 33 واحد يمشي منهم 8 او 9 ويرجعوا تاني. في مدير وبعدين بيجي لك ظروف كمان، انت بيجي لك ظروف اصابات، بيجي لك ظروف اي حاجه، فلازم هو يشوف الناس دي كمان عشان يوم ما يبعت ايده يجيب واحد تاني من بره كان معاه يبقى مش بعيد عنه يعني يبقى موجود معاه. ممكن مدير فني تاني يقول لك لا انا مش هخرجهم للنادي بتاعهم بالظبط، وانا يهمني المنتخب المصري وبيراميدز هيكملوا لغايه المرحله دي، المرحله دي ملك المنتخبات. من ضمن المميزات ان الجهاز الفني بيبقى بيتعاون مع الانديه علشان الانديه تبقى مرتاحه واللعيب مرتاح وانا كمنتخب مرتاح وكل الناس تبقى في حاله تمنيات للمنتخب انه ينجح. فانا بتعاون مع الاهلي ومع الزمالك ومع كل الانديه اللي انا واخد منها لعيبه، بدلهم لعيبتهم يلعبوا، وفي نفس الوقت اللعيبه دي هتيجي وهي في اعلى مستوى. وبرده كابتن عادل اسلام شريف من ضمن الحاجات اللي حسام البدري هيبدا في الثلاث ايام المعسكر دول يعرف اللعيبه الاستراتيجيه اللي هو هيشتغل عليها، طريقه اللعب في حاله الدفاع، في حاله الهجوم، الجمل التكتيكيه اللي هيشتغل عليها. برضك لازم اللعيب المنتخب يبقى عارف ايه اللي في دماغ المدير الفني صح، وايه الفكر هو خد مجموعه
كانت موجوده معايا من ايام المنتخب الاولمبي زي محمود وحيد. محمود وحيد مثلا ما بيلعبش مباريات أيوة. كتير يعني، ولكن لازم يتعودوا على المنتخبات يقربوا له بقى، يقربوا له يقربوا له المسافه دي ويقربوا له الفكر، واخد بالك؟ واحنا عارفين كلنا كابتن عادل كابتن شريف كابتن اسلام عارفين الشغل المنتخبات شغل تكتيك، يعني عناصر اللياقه البدنيه يبقى النادي اللي بيقوم بيها، لكن انت في المنتخب بتيجي على الجمل التكتيكيه، على الوضع، على الخطه، على النظام في الدفاع، على النظام في الهجوم، على كور ثابته، ده شغل المنتخبات. فاكيد الكابتن حسام في الثلاث ايام دول اكيد الحاجات النظريه اللي هيشتغل عليها على اللاعبين عشان يبقى عندهم في عقليتهم عارفين هم جايين هيعملوا ايه. اللاعب بيرتقي لمسؤوليه ثانيه كمان وتركيز ثاني ومعسكرات، فده بيديله البلاس بتاعه، يعني بيجيب اخره خلاص انت اشتغلت مع المنتخبات والرؤيه بتبقى موجوده عنده. وفي الاخر وفي الاول هو المدير الفني صاحب القرار، يعني صاحب الاختيارات. ولكن في كلام كتير على احمد حسن كوكا مثلا، ايه راي حضرتك؟ يعني احمد حسن كوكا احنا بنشوفه في الدوري الاوروبي حاجه تانية بصراحه، يعني بيجيب جوال وبيتحرك واخد بالك ومحطه لكن لما بيجي مع الدوري مع المنتخبات منتخبنا بالذات ما نحسش بيه بقيمته زي ما بنشوفه في ما هو الملاعب اللي هناك يا ماهر غير برج العرب، ده الملاعب ده نمره واحد يعني. لا ممكن الملاعب لكن كمان اللعيبه اللي حواليه، يعني ساعات كابتن عادل اقول ايه المحترفين اللي موجودين في اوروبا كمان بيساعدوك بشكل كبير جدا، تحركات انك انت تطلع بشكل كويس. احنا كمان هنا لعبتنا مش اقل من اللعيبه اللي موجوده في اوروبا، يعني كمان عايزين حته ان احنا نساعد كوكا كمان كمحطه نقدر نستفاد منها. يعني احنا دلوقتي عارفين ان كوكا مثلا بيجيد العاب الهواء، يبقى احنا محتاجين الحاجات اللي فيها الكروسات العرضيه اللي على دماغه اللي يقدر يجيب لنا فيها اجوال. كوكا مثلا من الحاجات اللي فيها الرد الفعل اللي بيقدر يجيب من خلال اجوال. كوكا مثلا من ضمن حاجات المحطه اللي اقدر استلم تحت ضغط وابدا اساعد واساند الناس اللي حواليا. يعني عايز اقول ان لا كوكا لعيب كويس، وانا شايف يمكن مع كابتن حسام ممكن تكون الكيمياء مع حسام فاهمه الكيمياء قريبه، فعشان كده حسام يعني جايبه بيثق فيه بشكل كبير جدا وبيراهن عليه خلال الفتره اللي جايه. محمد مجدي قفشه كابتن، بعيدا عن ان هو بيلعب في النادي الاهلي، ولكن محمد مجدي قفشه اعتقد ان ده هيسهم بشكل كبير وجوده مع المنتخب في ارتفاع الروح المعنويه بالنسبه له. والتنافس كمان يا اسلام، يعني في عبد الله السعيد طبعا، هو عبد الله السعيد الحقيقه هم البصير او اصحاب الجمله البلاي ميكر يعني بتاع الفرقه. وبعدين الاثنين لعيبه دلوقتي كمان في الفتره اللي احنا شفناهم اللي فاتت دي غير الشكل انه بيخشوا جوه 18 وبيروحوا على الجول وبيعرفوا يجيبوا جوان الاثنين اللعيبه دي، انما شكل المدرب اللي بيقدر يوفر للعيب زي ده انه يديله الثقه ويدخله في جوست مجموعه يعني على مستوى زي ما ماهر عايز ان كوكا يبقى، ما كوكا لازم يتعب قوي كمان مع اللعيبه اللي هي هتديله الكوره، لازم يجيب نفسه يا ماهر يعني انا مش انا اللي هجيب له لعيبه يا اسلام، يعني لو حد غير الكابتن حسام البدري مثلا ممكن بيختاروش كابتن حسام البدري ثقة اعتقد، يعني انا طبعا ما دخلتش مظبوط ما اتكلمتش معاك كابتن حسام، لكن اعتقد يعني اصل يعني في ناس كده محمود وحيد كهربا اي مدرب مش هيشوفهم بيلعبوا ولا فرقهم ولا بتاع فمش هيجيبهم، وفي لعيب يجي مع مدرب معين وما يجيش مع يعني انا اجي مع كالوتشاي مثلا ومصطفى عبده يقلق ما يجيش معاه يعني مع مصطفى عبده تاريخ يمشي كالوتشاي مصطفى عبده يشيل كاس افريقيا في منتخب مصر يعني. ففي حالات بتبقى كمان اهم حاجه ان المدرب يبقى واثق في اللعيب اللي هو بيختاره واللعيب يحبه وهو يحب اللعيب ويديله المساحه، انما ما يفضلش بقى مستني لي زي ما انت بتقول العرضيه عشان اقعد اعملها وازحلقها الواحد بدماغي واعمل، لا لازم هو نفسه يجبرني يعني كلنا اجبرنا المدربين على اساس ان انا احجز لنفسي مكان. إن في اوروبا احنا عارفين امكانيات بعض في اوروبا كابتن، عارفين امكانيات بعض في حته الشخصيه وفي حته اللعب، احنا كمان عايزين نوصل لدي، يعني احنا الاحترافيه بتاعتنا يبقى انا عارف كوكا عايز الاوفر ده يا كابتن عشان هو بيجيد العاب الهواء، يبقى انا اعمل له الاوفر المتقن، عايز العبها له في رجليه عشان هو ما قارنش بقى بره هنا عشان هناك منظومه كامله شامله هو احنا لسه بنلمها يعني. التجانس اللي احنا بنتكلم عليه في المنتخب هيبان الكلام ده اكتر من الانديه، لان المنتخب انا واخد خيره اللعيبه اذا كانوا محترفين او المحليين، فلازم يبقى عندهم النضج ده ان احنا عارفين امكانيات بعض. يعني عبد الله السعيد يا كابتن عنده الحاجات دي، عبد الله السعيد من نوع اللي هو يقدر يحطها لك في رجلك، يقدر يحطها لك. عبد الله مش هيوديك على الجول الا لو انت اجبرته انك انت توديني على الجول، مش هيتحرك يعني، لازم انا اتحرك لعبد الله عشان اخليه يعمل لي الكوره اللي هي في دماغه اساعده يعني. في الاخر ان هو لو لعيبه بتتحرك هديلك هتلاقيها قدامك او قفشه، يعني الاثنين عندهم الملكه ان هم يشوفوا الملعب كويس قوي، عندهم من التحركات اكيد. كل مدرب ليه بصمه وكل مدرب عنده عين
بيفرق عن المدرب الثاني. وفي الفتره دي حقيقة الفرصه متاحه جدا زي ما انت بتقول، واخد 33 لعيب وعينه على المنتخب الثاني اللي هو الاولمبي اللي هيبتدي يوم 8. عنده عنصر 32 كمان 32 لعيب وعينه على الباقي مع غير بقى الثلاثه الاربعه. لسه ما في نقطه كابتن اسلام اسف في ثواني يعني. لا اتفضل. محمود وحيد دي رؤيه مدرب وعين مدرب، هو بقى له سنه ما بيلعبش في النادي الاهلي، بس هو لعب ماتشين ثلاثه حاجه كده يعني. المدرب اللي عينيه كويسه واللي موهوب عارف ان الراجل ده لو لعب، انا براهن على محمود وحيد انه لو خد ماتشات لن يقل عن علي معلول، لن يقل عنه، لان الولد ده حتى في الجانب الدفاعي ممكن جدا يبقى يتفوق كمان على علي معلول في الجانب الدفاعي، انما الاثنين ذخيره قويه جدا للنادي الاهلي في الحته دي. فلما يتاخد كمان منتخب وهو ما بيلعبش كتير، دي معناها ان انا مدرب ما بحكمش ان انت بتلعب او ما بتلعبش، لا ده انا بحكم عليك ان انت فعلا امكانياتك تسمح لك انك تاخد التيشيرت بتاع المنتخب وانك انت تأدي فيه. طيب عايز برضو اسال حضرتك يا كابتن ماهر، واحنا بنتكلم كده سريعا برضو عن رؤوس الحربه في المنتخب، هل بعد الاسماء اللي احنا سامعينها دي كلها يعني حسام حسن، مروان حمدي، احمد جمعه، احمد حسن كوكا، غير بقى ان في مصطفى محمد وصلاح محسن مش موجودين، هل احنا لسه ما زلنا ومروان محسن ان شاء الله طبعا يعني بعد عودته من الاصابه، هل تفتكر ان احنا لسه عندنا ازمه في رؤوس الحربه يا كابتن ولا انتهى؟ انا شايف ان احنا بقى لنا فتره بنعاني يا اسلام صراحه يعني احنا يعني محترمي طبعا نجومنا الكبار دول ما ظهرناش حاجه بقيمه راس الحربه، عمرو زكي، عماد متعب، اسمه ده الفترة السابقة زيدان يعني. اللي كان بيروح فيها مثلا ابو تريكه، يعني كان تحس ان المكان ده عندك طمانينه بشكل كبير جدا، عشان كانوا بيلعبوا اثنين مش واحد، حته راس الحربه كانوا بيلعبوا اثنين، كانوا واحد او اثنين يا شيخ، لا كانوا بيلعبوا اثنين. انت قلت عمرو زكي مثلا ومتعب، لكن زيدان ومتعب كانوا بيشكلوا خطوره لبعض بالظبط. انما 4-2-3-1 دي قصه دفاعيه بحته وكونتر اتاك، فبيتظلم فيها اللي انا عايز اقوله بس الاسترايكر، الراجل بيحارب في جبهه لوحده هناك، لازم انت اطرافك تبقى سوبر قوي، وهو كمان لازم يبقى لعيب سوبر قوي انه يترجم العرضيات والحاجات. لكن ما بنقللش الاسماء اللي انت ذكرتها اسلام، من الممكن ان احنا نرى بقى لكن انا شايف يعني. ان كوكا هيبقى ومصطفى محمد هو الواعد اللي جاي، في صلاح محسن، صلاح محسن، يعني دول اللعيبه الواعدين اللي جايين واخد بالك في المكان ده خلال الفترات القادمه. لكن زي ما بقول لك احنا يعني قيمه راس الحربه ده متعودين ان راس الحربه دي حاجه تقيله قوي، محطه بشكل كبير جدا بنعتمد عليها، يعني كمان هداف من الطراز النادر. فكانت من ضمن مشكله كل الاجهزه الفنيه اللي جت اذا كانت اجنبيه او مصريه كانت عندها مشكله وصداع في هذا المكان واخد بالك. لكن الاول زي ما احنا قلنا ان كان في عنصر واثنين، وكمان عايز اقول لك اسلام اللي جايين من تحت كمان كانوا اقوى يعني. حسني عبد ربه كان بيجي من تحت، محمد شوقي، حسام غالي، فانت برضك عندك عناصر بتيجي من تحت بتعرف تجيب جوال. أيوه. يعني كمان ممكن كانت تقدر تعوضك الجزئيه دي في فترات برضك من ضمن المنتخبات وطرق اللعب اللي احنا كنا بنشتغل عليها. افتكر مع برادلي كنا بندخل محمد صلاح في الجزئيه دي، يعني كنا بنتعامل مع محمد صلاح انه كراس حربه على فترات وكان بيقدر يعمل لنا مشاكل. جربنا كهربا من ضمن الحاجات برضك اللي اضفناها في هذا المكان وعملت لنا يعني تاثير ايجابي. ايوه. فدي برضك من ضمن كان مع كوبر في النهائي، مع كوبر اسف. دي برضك من ضمن الحاجات التكتيكيه او المرونه التكتيكيه للمدير الفني اللي هو ممكن يزق مش راس الحربه بس اللي يشغل المكان ده زي ما الشريف قال، ممكن يبقى واحد كمان يبقى راس حربه تاني. ما فاينر مثلا ما جينا نتكلم عنه في مباراه الزمالك السوبر فاجئنا بتغيير خلصت الماتش يعني اجايه فايلر فاجئنا، اجايه بيخلق لنفسه مساحه بينزل يفضي المكان ده بيطلع فيه رمضان صبحي، وبعدين في نفس الوقت حسين الشحات كذلك في نفس الوقت قفشه بيبقى مركز. هنتكلم عن النادي الاهلي لوحده، ولكن كابتن شريف بالمناسبه النهارده محمد صلاح ليفربول فاز على توتنهام، شفت الماتش
تعور محمد صلاح اتعور في الاخر. هناك البعض يرى ان هذه الاصابه هي اصابه سياسيه، مش سياسيه يعني، اقصد ان هي اصابه الناس تفتكر ان احنا بنتكلم في لا، لكن لا اقصد ان هي يعني مش عايز يجي للمنتخب. لا لا انا اقدر احدد ده ولا انت ولا اي حد في الدنيا. يعني دي بالزبط. اكيد يمكن اصابه، هو انت عارف محمد محمود استعجلوا عليه عشان يرجع وجاله اصابه تانية، يعني دي حاجه مش لا محمد محمود بتاع الاهلي محدش استعجل عليه يا كابتن خالد. قعد محمد محمود قعد 9 شهور ونص. بس بص انت لما بعيني بتبقى بتحمل على رجلك مصابه هو انا لا يحصل لك ميكانيزم في حاجه معينه، لكن ممكن يحصل اضرار يعني. عليه في ايه ده؟ قعد 9 شهور ونص، والراجل ده برضو محمد صلاح ده كان متعور لسه من اسبوع 10 ايام يعني، هي نفس الاصابه ونفس الاصابه نفس المكان ونفس الشكوى. فانا طبعا احنا لعيبه وبنراقب وبنشوف بيتكلم ازاي وبيشاور ازاي، وزي ما انت بتقول لو عنده حته سياسيه ولا حته نفسيه او اي حاجه، هو من اللعيبه كمان اللي بيحب يجود ويحب يبقى موجود في الملعب، ما بيحبش يخرج. يعني من اللعيبه اللي ما بتحبش تخرج بره الملعب. اذا ان هو خرج وفي وقت حساس جدا بالنسبه لليفربول ولازم، وهو جايب جول فوز يعني ممكن ياكد ان هو يجيب جول كمان الثالث، واحنا حاسين بشكل التنافس اللي موجود في فرقه ليفربول والتنافس على الكره الانجليزيه، اعتقد ان هو بعيد عن ان هو يفكر بعيد عن الموضوع ده تماما. طيب تمام. خلينا نطلع نشوف تقرير بقى منتخبنا الاولمبي وتصريحات للكابتن شوقي غريب وكلام برضو ايضا لرمضان صبحي وطاهر محمد طاهر نجمي فريق او منتخبنا الوطني الاولمبي، وبعد كده ناخد تعليقات بسيطه لان احنا اتكلمنا كتير الحقيقه الفتره اللي فاتت عن منتخبنا الاولمبي، والفتره اللي جايه هيبقى عندنا كلام كتير جدا في ما يخص منتخبنا الاولمبي. هناخد تعليقات بسيطه كابتن شوقي غريب. طيب يبقى كابتن شوقي غريب نشوف قال ايه، وناخد تعليقات من كباتننا الكبار، وبعد كده نرجع بقى نتكلم عن النادي الاهلي وفتره الست مباريات مع ريني فايلر. كابتن عادل، تعليق حضرتك على كلام الكابتن شوقي غريب. هو طبعا شوقي مش اول مره يتولى تدريب منتخبات، بقاله فتره كبيره وعمل نتائج، اعتقد عليه مسؤوليه كبيره، وكل جماهير مصر وكلنا بنشتغل في المجال ده كلنا متوقعين منه البطوله ديت ان شاء الله نوصل الاولمبياد، لان ده اقل حاجه ممكن يقدمها لمصر بعد الفتره الطويله دي من الخبرات، ومع هذا الكم الرائع من اللاعبين الواعدين الموجودين معاه في الجهاز. تمام كابتن ماهر، تعليقك برضو على كابتن شوقي. يعني من كلام كابتن شوقي غريب كده ان هو بيشرح في المؤتمر الصحفي المرحله اللي دار بيها المنتخب الاولمبي خلال الفتره ديت، من مباراه حبيه اللي وفرها له اتحاد الكوره مشكورا، من خلال مباراه حبيه 12 مباراه حبيه فوز و13 وثلاثه مباريات خساره، ويتكلم على الاجنده حتى الدوليه كمان قدر استغلها بشكل جيد جدا. عايز اقول ان اعداد الكابتن شاوي للمنتخب الاولمبي اعداد واضح قوي، ان هو اداري فني بدني خططي تكتيكي على اعلى مستوى. نتمنى بقى نتمنى ان شاء الله ان الاخراج اللي عمله كابتن شوقي غريب في خلال هذه الفتره من طريقه لعبه ومن اسلوبه وتحفيز لبعض الجمل التكتيكيه للاعبي المنتخب الاولمبي، نتمنى يبقى الشكل والاداء ده باذن الله رب العالمين يبقى الستارت الاولاني، مهم جدا بالنسبه لنا. زي ما قلنا مباراه مالي اللي هي بتعتبر اقوى المباريات اللي موجوده في المجموعه، فنتمنى التوفيق لمنتخب الاولمبي وكابتن شوقي غريب وجمهورنا طبعا اللي هيساند بشكل كبير جدا منتخبنا من بدايه هذه البطوله. كابتن شريف. والله كابتن شوقي الحقيقه زي ما قال ماهر عمل اعداد قوي جدا بلاعبين كويسين جدا، انا شايف عنده مجموعه هايله الحقيقه باعذار اللعيبه واسمائهم على مستوى عالي جدا، انما هي الحكايه ان كابتن شوقي غريب هيقابل فرق جامده جدا، يعني حتى اما لاعب جنوب افريقيا فرقه بتعرف تلعب كوره وتنقل كوره سريعه جدا، فهو ده احنا مش بنقول ان لعيبه مصر او شوقي غريب مش مكتملين القوه ان هم ينافسوا او يوصلوا، لا هم الحاله انت هتلعب مالي فرقه جامده جدا، انما البدايات دايما لما بتكسب والثقه بتروح للعيبه اللعيب بيطلع كل اللي عنده، فهو انا بتمنى لشوقي غريب الحقيقه الحظ اللي هو على ارضنا باذن الله، وجماهيرنا تؤازر شوقي غريب وتؤازر اللعيبه، لان انا شايف الحقيقه صفوه لعيبه مصر، يعني بتكلم عن مصطفى محمد وصلاح محسن واحمد ياسر ريان وناصر منسي بيلعبوا قدام فرقه اسماء كويسه جدا، نص ملعب مع من احسن اللعيبه اللي موجوده رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وامام عاشور وعبد الرحمن مجدي واحمد حمدي وناصر ماهر ولعيبه عمار حمدي، كل الديفندر حراس المرمى
لعيبه ما شاء الله تقدر تبقى عندها بصمه بالاعدادات اللي شافتها، واذا كان بينوه على انه لعب قدام فرق كبيره، انه يلعب قدام فرق كبيره يمكن الموضوع ده يجي سهل عليه باذن الله قدام الافارقه، واحنا عندنا اسلوب دايما بلعب الافارقه بيه. فاتمنى لشوقي غريب ان هو يساعد اللعيبه دي بالاحسن لعيبه موجوده عنده في اول مباراه المالي، يكون عندهم الثقه باذن الله ان هم يديهم حريه الاداء في التاكتكس اللي هيتكلم عنه، ما نبقاش زي ماتش جنوب افريقيا لما يتلعب علينا كوره او يتلعب علينا اي حاجه نبقى محتاجين الاسئله والتغييرات لا لا لا، احنا عايزين محتاجين ثقه اللعيبه بتاعتنا كويسه قوي، اللعيبه تقدر تروح على الجون في خمس دقائق في ثلاث ثواني. انا شفت مصر بتروح بتضيع ثلاث اربع اجوان انفرادات مع جنوب افريقيا اللي كانت بتلعب كوره هاي. فهي الاولاد بس محتاجين هدوء في الفتره اللي جايه دي، والشكل التدريبي اللي هو قبل المباريات الاخرانيه الكرات العرضيه الثوابت الحاجات دي نستغل امكانيات اللعيبه الموجوده عندنا. طيب خلينا ناخد من كلام الكابتن شريف ونطلع نشوف طاهر محمد طاهر ورمضان صبحي قالوا ايه عن الفتره القادمه مع المنتخب الاولمبي، وبعد كده بقى نرجع نتكلم عن النادي الاهلي وفتره الست المباريات. كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي خلال الفتره القادمه، زي ما قلت لحضراتكم الفتره القادمه هنا من خلال قناه النادي الاهلي وملعب الاهلي هنتكلم كتير عن المنتخب الاولمبي ومباريات منتخبنا الاولمبي القادمه ان شاء الله، الله يكون في عونهم، ولكن مسانده كبيره جدا من الشعب المصري لمنتخبنا الاولمبي خلال المباريات القادمه. كابتن عادل خليني ابدا مع حضرتك بست مباريات لعبهم ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي، كيف ترى فنيا ست مباريات مع مدير فني ريني فايلر؟ لو تفتكر حضرتك كابتن ماهر وكابتن شريف قلنا لما الراجل كان اول ماتش في افريقيا قلنا يبقى 80% لاعبين و20% لان الراجل بقاله فتره وجيزه جدا، وبعدين الماتش الثاني قلنا يبقى 30 و70، فادانا كميات اكتر من اللي احنا كنا طالبينها، يعني نسب الراجل مش عارف نسب الراجل مش عارف امكانيات اللعيبه ولسه جاي مفيش فتره اعداد ولا اخره، ومع ذلك قلنا الماتش اللي بره في افريقيا يبقى اللعيبه ليها عليها 80% من المسؤوليه وهو 20% ادانا اكتر. بعد ما جبنا الجول ابتدى يعمل استحواذ، الماتش اللي بعديه ماتش الزمالك الماتش الثاني اعتقد، وبعدين ماتش الزمالك ادانا رؤيه ثانيه، بسرعه عرف امكانيات اللعيبه، بسرعه جدا عرف ازاي يوظف اللعيبه. فاجئنا في ماتش الزمالك لانه بيلعب اجاييه الى جانب ان هو راس حربه. احيانا المواسم الماضيه كان بيلعبها على استحياء، الراجل دلوقتي بيعتمد عليه اعتماد كلي، مش عشان ان هو راس حربه وهمي، لا ده هو مش راس حربه وهمي وبيسقط والكلام ده، لا ده بيعمله بيخليه يبقى راجل محطه، الكره بتتلعب له الكرات العاليه بيوقف ويستلم تحت ضغط ويسلم للناس اللي جايه، وبعدين بيتحرك في مثلثين مقلوبين بحيث ان هو بيرجع بيدافع وهو بيهاجم، ازاي بيحضر لرمضان ولحسين سواء بالحركه للجانب وياخد سيرد باك اللي بره ويخلي رمضان، احنا شفنا الجول الثالث رمضان مع اجاييه والجول الثالث جابه في نادي الزمالك جابه بالشكل ده، في نوع هو في نوع متحرك متحرر يعني خلى اللعيبه يعني كلها. فدي طبعا دي كلها حاجات عمليه بدايه التشكيل تحس النادي الاهلي غير الموسمين الماضيين، النادي الاهلي بيبدا الهجمه بيبداها من تحت، على الرغم من احيانا بيبقى فيه الفرق اللي بتلعبك احيانا بيبقى عندها من الجراءه انها تضغط عليك علشان تاخد تستحوذ على الكره، ومع ذلك اصرار ان الشناوي يبدا الهجمه، وبعدين الثقه اللي عند اللعيبه، التحركات، المسافات القريبه من بعض، كل الامور دي في خلال فتره وجيزه جدا قدر ان هو يعملها. في الكرات الثابته ابتدى يبقى فيها شغل من الاوت للكورنر للفاولات الثابته للضربات الثابته من الاجناب، ابتدى يعرف وليد سليمان امتى ادفع بيه وامتى اريحه، ابتدى تطوير اكتر من رائع لاكتر من لعيب. احمد فتحي كان برضو الفتره السنه اللي فاتت كان بيلعب قليل قوي يا كابتن، ابتدى السنه دي بيعتمد عليه اعتماد كلي ككابتن وكمان كاداء فني، وشفنا احمد فتحي ادى ازاي، والدليل على كده انه بيتاخد المنتخب بعد فتره. رامي ربيعه اكتشاف رامي ربيعه، رامي ربيعه اداؤه ما حدش بيتكلم عنه، رامي ربيعه ما فيش اخطاء تقريبا، بدايه الهجمه بيبتديها صح جدا، شفنا حمدي فتحي واداؤه المتطور من بالنسبه للهجمات بالنسبه لقطع الكوره قدام السرد باكين عامل حائط صد، حسين الشحات وتطور اداؤه
بعد ما كان الناس كلها بتقول انه عبء على الفرقه في فترات معينه ما كانش اداؤه. وطبعا كان عندنا من التبريرات الراجل اللي لعب ريال مدريد والى اخره، وبعدين انت جيت ما عملش فتره اعداد، وطبعا جه من يعني وصول للقمه في الاداء لماتشات الدوري. كل الامور دي الراجل عنده رؤيه خاصه لكل لاعب، وعارف ان انا هوظف فلان في الحته دي وفلان في الحته دي. التغييرات كمان كلنا شفناها، تغييراته كلها مؤثره. الجانب البدني لحد اخر دقيقه، النادي الاهلي بيلعب لحد اخر دقيقه، دي كلها امور الحقيقه كلنا لازم نقلك. بعدين في حاجه اخيره، وهي احيانا ماتشات كتيره يا كابتن اسلام كنا بنشوف الكثافه العدديه، الفانيلا الحمراء جوه ال 18 كانت بتبقى قليله. النهارده بتشوف عدد الاهداف اللي انت بتجيبه نتيجه ان في كثافه عدديه جوه ال 18، بتلاقي خمس ست فانيلات حمر الى جانب الزون اللي معمول من بره بحيث التسديد وهو الاخر. عمليه التسديد ما كانت قليله جدا، ابتدت تزيد. الفرقه كلها بتدافع، بتلاقي اجاييه بيرجع يدافع. كل الامور دي جوانب فنيه الراجل الحقيقه ادهنا وادهنا بشكل رائع، ونتمنى باذن الله تعالى الاستمرار على الاداء ده مع الزياده باذن الله تعالى. كابتن ماهر، ايه رايك في هذه الفتره؟ ست مباريات منذ بدايه ان تولى ريني فايلر الاداره الفنيه للنادي الاهلي وحتى الان، وبعدين عندنا لسه ايقاف شهر. احنا قبل ما نتكلم على الاداره الفنيه عايزين اولا نحيي مجلس اداره النادي الاهلي ممثله في الكابتن محمود الخطيب ومجلس لجنه التخطيط ولجنه التخطيط، لان هم يعني بصراحه خلال الفتره ديت قدروا ان هم يختاروا لنا مستر فايلر، الشخصيه المهذبه المحترمه القويه اللي عنده الرؤيه. ده لسه عامل خناقه جامده جدا مع سيد عبد الحفيظ وضاربين بعض وبتاع. بس ما لازم بقى شغل الكوره كده. لا يا راجل اتفضل. طبعا بهزر يعني. لا طبعا ماهر يعني حافظ عشان بس اليومين اللي فاتوا دول اصله مداعبه جميله، حاجه يقولوها. مداعبه جميل سيد ان شاء الله معايا يوم السبت. عايزين نطلع على الراجل انه شرس بس شويه. سوري انا اسف. التلات وبعدين بالنسبه للمباريات، واضح قوي التدرج اللي كان موجود عليه النادي الاهلي ومكسبه ادى توفيق بشكل كبير جدا وثقه للجهاز في توليه المهمه. أيوة. من بدايه الموسم. بعد كده دخلنا بقى في الشق الفني، وده الاهم لينا. أيوة. كلنا والجمهور النادي الاهلي، ان راجل واضح قوي طريقه لعبه وادائه والاستراتيجيه اللي هو جاي بيها حصل تطوير بشكل بسرعه جدا في اداء النادي الاهلي. يعني منهم اسلام، من ضمن التطوير انك انت قعدت في السنوات السابقه عندك اجهاد بشكل كبير جدا، وعندك اصابات اكتر من 12 لاعب مصاب اثروا على النادي الاهلي في معظم بطولاته. الراجل ده جه عمل نوع من التدوير، وده جديد علينا. يعني معانا الكابتن عادل طبعا شيخ المدربين، كان سموحه وكل المباريات عنده فكر وبيذاكر كويس قوي، وعارف اللعيب ده هيديله ايه، وبيدي معطيات للعيبه تحرريه وتحركات. لولا الاهلي بالتحركات دي انا عمري ما شفته قبل كده. مش حاسس انا بلعب بسترايكر ولا بلعب بثلاثه في نص الملعب ولا بلعب بديفندر ولا بلعب ببلاي ميكر. يعني حسيت ان الراجل ده لا عنده الكره الشامله اللي تقدر اللعيبه اللي موجوده دي تنفذه اللي هو عايزه. بس كان موفق جدا ومحظوظ جدا. ان النتائج كمان مواجهه ليه ست مباريات. نتمنى ليه كل التوفيق في الفتره اللي جايه دي بهذا الفكر. احنا في امان الحقيقه مع هذا الرجل يعني. وعايز اقول حاجه ثانيه برضو، كنت عايز اقول اول كلمه. الراجل ده ادى هديه للمنتخبات الموجوده دلوقتي حقيقه يعني. يعني مدي لعيبه للمنتخبات دلوقتي. هو ده رمضان صبحي قبل كده يعني، هو ده احمد فتحي، هو ده محمد هاني، هو 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 من اللعيبه الخاصه بتاعت النادي. عمل حاجه ثانيه كمان مش ده عمل حاجه ثانيه كمان مش خلى الفرق الثانيه او اللعيبه اللي في الفرق الثانيه تتفرج على لعيبه النادي الاهلي بيعملوا ايه، وبقى في كومبيتيشن يعني في تنافس، حتى ابتدى الاداء يبان حتى في الدوري في شكل. مش عايز اقول ان هو يعني اثر في الحكايه كلها، انما بقى محطه جامده جدا مع اللعيبه خصوصا يعني. نتمنى ربا ان يظل في هذا الشكل. انا مهمه جدا يا كابتن، احنا بنشوف في المان سيتي جوارديولا مش معتمد على 14، بيلعب بال 20 20 واحد مظبوط، بتلاقي تيم اساسي قاعد بره. النهارده الراجل ده وصلك ان انت كاهلاوي وانت بتتفرج على النادي الاهلي ما انتش انك عندك 20 22 لعيب بره، فهو بيعمل زي ما قال الكابتن باهر وكابتن شريف ان انت بتعمل عمليه التدوير في 20 لعيب.
فهاني لن يقل، هتلاقي برضو مع فتحي، هتلاقي حمدي مع عمرو السوليه، مع حسام عاشور، مع قفشه، مع حسين الشحات، فتلاقي يلعب في العشرين لعيب، ودي جديده علينا في مصر، ودي حاجه تتحسب له وتتحسب طبعا لاداره النادي تاخد. تمام، كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه، ولكن هيكون كلامنا اكتر عن المنتخبات الوطنيه، طبعا في حلقات هنتكلم فيها عن النادي الاهلي بس، ولكن هيكون كلامنا بقى عن المنتخبات سواء المنتخب الاولمبي او منتخبنا الاول. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كابتن ماهر. شكرا جزيلا يا كابتن شريف، شرفتوا ونورتوا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ما تنسوش ان شاء الله هيكون معادنا في حلقه خاصه جدا لقناه النادي الاهلي، مدير الكره في النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ، ان شاء الله في برنامج سهره مع يوم الثلاث الساعه 11 بالليل. انا عارف يا جماعه ان انتم بتقولوا لنا، يعني ناس كتيره جدا بتبعت لي بتقول لي ان الساعه 11 ده متاخر، ولكن هو هنحاول مع الدكتور محمد الحقيقه نقول له ان هو يعني السهرات دي تبقى 10 مثلا ولا حاجه، ولكن هنحاول، لكن ما اقدرش اوعد حضراتكم بهذا الموضوع لغايه لما ان في سيستم بنمشي عليه يعني، فهنحاول مع الدكتور محمد، ولكن هو ده اللي انا هقدر اعمله. احنا ان شاء الله يوم الثلاث هيبقى معانا كابتن سيد عبد الحفيظ على الهواء مباشره، هنتظر كل اسئله حضراتكم، وهنعمل هاشتاج كبير ان شاء الله من بكره، ابتداء من بكره او من بكره بالليل ان شاء الله، كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها كابتن سيد عبد الحفيظ عن الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، تقدروا نقدر نستقبلها من حضراتكم ان شاء الله بدايه من يوم الثلاث الساعه 11 بالليل، هقرا كل الاسئله لحضراتكم. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الثلاثاء وحلقه من سهره معكم.